اهلاوي انا والفخر ليا. الف الف مبروك جماهير النادي الاهلي في كل مكان للحصول على كاس مصر بعد غياب 10 سنوات. الف مبروك الجهاز الفني واللاعبين ومجلس اداره النادي الاهلي. بالجهد والعرق والاستقرار والترابط والايد الواحده بنقدر نحقق اهدافنا والحصول على كل البطولات اللي بنشارك فيها. موسم استثنائي سواء على فريق كره القدم ان شاء الله كمان ببطوله افريقيا والالعاب الجماعيه. بنقدر نعمل شغل كويس السنه دي بشكل كبير جدا بتكاتف الجميع ووحده الصف. عشان كده هنتكلم عن مباراه امبارح خصوصا العبد الله اللي قدام حضراتكم كان موجود في المباراه. رصدنا بعض الامور عايزين ندردش فيها مع جماهير النادي الاهلي. لكن قبل ما اتكلم في اي حاجه اكيد ببارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان جوه مصر وبره مصر. الاهلي مصدر الفرحه، الاهلي مصدر السعاده، الاهلي كلنا فخورين اللي احنا بنشجعه لان اللي بيراهن على الاهلي طول الوقت عمره ما يخسر. وعايز اتكلم وافتح قلبي لحضراتكم كالعاده. الاهلي اللي بيحصل فيه ده اعجاز انجاز قول زي ما تقول. ليه؟ امبارح لما دخل الهدف في مرمى النادي الاهلي حاله من الزعل عند كل الناس وعند كل الاهلاويه. وبعيد اللي انا هتكلم على الخصم او المنافس، انا هتكلم على النادي الاهلي. مباراه ليها طابع خاص عند الجمهور ومش بنتكلمش في تفاصيل. فاول ما جه الهدف في مرمى النادي الاهلي حاله من الغضب، حاله من الزعل. ما يرجعش للمباراه غير نادي عنده شخصيه ومدرب عنده شخصيه ولاعبين عندهم شخصيه. وهتكلم فنيا بعد شويه. عشان كده طول الوقت وانت بتراهن على النادي الاهلي تلاقي الفرحه بعد ما هدف كمان خصوصا هدف الكابتن احمد فتحي واحد من لعيبه الرجاله امبارح تلاقي الفرحه فرحتين وتلاقي الفرحه غير طبيعيه. وتلاقي الهدف في الدقائق الحاسمة أو الدقائق الأخيرة ليها طعم تاني. فمن هنا اللي أنا عايز أوصله لحضراتكم الإعجاز والإنجاز اللي بيقدمه لنا النادي الأهلي على مدار تاريخه. هي دي الفكرة، من الغضب والزعل والحزن لانتصار كبير عريض في دقائق معدودة تتعادل وترجع للمباراة بفوز سريعا. فمن هنا شخصية البطل مش عند حد. فمن هنا شعبيتك بتكبر أكتر. ومن هنا جمهورك تلاقي الحب النادي وعشق النادي بيكبر أكتر. فمن هنا كمان أكتر عايز أقول لما نيجي نتكلم على كل الأندية العالمية، الأهلي يدرس لكل الأندية في العالم وهي دي الحقيقة وبدون مبالغة. في فرق ممكن برشلونة، ريال مدريد، مانشستر بيكسبوا بطولات وأندية كبيرة وأندية فيها نجوم، لكن اللي بيعمل كده من 1907 ل 2017 هو النادي الأهلي الوحيد في العالم. صدقوني هو النادي الأهلي الوحيد اللي يخليك تقعد تتفرج لغاية آخر دقيقة عليه. هو النادي الأهلي ما تضمنش وانت كسبان إلا غير لما الحكم يصفر. وهنا عبقرية النادي الأهلي ونجومه ورموزه على مدار التاريخ. الأهلي مصدر سعادتنا، الأهلي امبارح فرحنا رغم أنف الحاقدين. الأهلي ما بيحققش الكلام ده من فراغ. الكاسين اللي قدام حضراتكم بعد غياب 10 سنين مستحيل ربنا هيديك أبدا غير بالجهد والعرق والنوايا الخالصة. عارفين في عالم كرة القدم ممكن كورة تبقى داخلة، أنا بكلمكم بخبرة سنين طويلة، ممكن كورة وتبقى ليك الأفضلية وليك كل حاجة وتلاقي مفيش التوفيق بسبب النوايا اللي مش خالصة وبسبب يحصل بعض الأمور اللي هي مش مظبوطة. لكن دايما كنا بنراهن وبنقول راهن على البدري، أقف جنب فرقتك، ساند فرقتك، ساند لعبتك، لأن المساندة والدعم أنا بحس بالأمان ولما أحس بالأمان هقاتل جوه الملعب. التاريخ ما كتبش اللي النادي الأهلي جه فيه هدف. التاريخ كتب اللي في 2017 النادي الأهلي حصل على الدوري والكاس. ما كتبش للبعض اللي عايز سلبيات، ما
ما كتبش للنادي الاهلي، كان الاداء لبعض الوقت مش عارف تقصير من مين، والاداء الفني مين، والبدري مش عارف ايه. يا راجل ده في ناس بتقول لك حسام البدري بيكشر، اللي بيلعب في النادي الاهلي الهزار هزار والجد جد، ولما تروح لبطوله وتقابل منافس ليه حسابات خاصه يبقى في تركيز ويبقى في تكشير وتكسب البطوله وتضحك ونشيلك على الراس ونرفعك. لكن الاهلي محتاج في اوقات الجد تكشير، ومحتاج قرار حاسم، ومحتاج المدرب يفرض شخصيته. الاهلي علمنا كده، لكن ما علمناش اللي نتكلم في كلام فارغ قبل مباراه مهمه. عمر الاهلي ما علمنا كده. فمن هنا النهارده مع حضراتكم بنحتفل مع كل اهلاوي بيحب ناديه وبيساند ناديه بكاس مصر، البطوله الغاليه علينا اللي حسينا بيها امبارح باحساس غريب. وخليني ادردش معاك، وانا بحب اخاطب الناس البسيطه. مين فينا بيتفرج في قهوه في حته شعبيه في كل انحاء مصر لما جه الهدف الثاني بتاع احمد فتحي او هدف عمرو جمال، وهو انت قاعد في قهوه ما جريتش او فرحت فرحه هستيريه؟ اكيد ناس كتير عملت كده. مين فينا في بيته بيتفرج مع اسرته واصدقائه وعيلته واي حد يعرفه وما فرحش وجري في كل حته في الشقه اللي موجود فيها، ولو ماسك ازازه ميه رماها؟ ما عملش كده، لان ده الاهلي احنا قاعدين بنراهن عليه طول الوقت. مين فينا في الاستاد القاهره وقدامه اربع خمس كراسي ويروح نطيتهم زي مروان محسن لما شفته امبارح، ومحمد الشناوي وحسين السيد وميدو جابر؟ انا شفت حاجات. انا فخور ان انا اهلاوي، والله بجد فخور، عشان شخصيه الاهلي كانت موجوده. فخور عشان اي حد بيشجع اي نادي تاني لما بيجي فيك هدف بتلاقي بتستقبل هدف واثنين وثلاثه الا الاهلي. لما بيجي فيك هدف بتلاقي الفريق اللي قدامك بينكمش، ويبقى عندنا ثقه واحنا بنشجع الاهلي اللي احنا بنعشقه، للاهلي هيرجع وهيجيب هدف واثنين وثلاثه. لو في 10 مرات هتلاقي الاهلي بيعملها 7 و8، لكن مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي اللي هو يروح منه بطوله بسهوله، خصوصا اللي جماهير الاهلي منتظره انتصار، وانتصار مهم في وجداننا وهيعيش معانا لسنين طويله جدا جدا جدا. عايز اتكلم في امور كتير جدا خارج الملعب. خارج الملعب كنت قاعد مع مجموعه النادي الاهلي اللي هي ما شاركتش في المباراه اللي خارج ال 18 لظروف فنيه. كنت قاعد مع مروان محسن، محمد الشناوي، باسم علي، ميدو جابر، اكرم توفيق، كل المجموعه. ونفسي كنت اصور اللقطه التاريخيه بالنسبه لي لما الهدف الثاني جه، واحد لسه راجع من اصابه بينط زي مروان محسن. انا مش هتكلم على اداء اللعيبه دلوقتي، هتكلم على الروح اللي شفتها لما مروان محسن عدد الوقت اللي قعده في النادي الاهلي او عدد الماتشات اللي لعبها تتعدى على صوابع الايد. لما اتكلم عن كمان ميدو جابر، لما اتكلم عن عمرو بركات، مش عايز انسى حد، محمد الشناوي، واتكلم عن حسين السيد، وعندهم يقين رغم الواحد قعد عمر في النادي الاهلي ويعلم اللي النادي الاهلي لازم تتفرج عليه، ووصلوا لك اللي قعد اسبوع ولا 6 شهور ولا لعب عدد مباريات قليل، وعنده يقين ان الاهلي هيرجع احنا افضل. كانوا بيقولوا كده لغايه اخر ثانيه، والهدف جه الناس جريت في كل مكان، عشان ده الاهلي بيعلمك كده، مش حد، ده الاهلي مع كل نجومه وكل اولاده وكل المسؤولين عنه. فشفنا ده، شفت لعيبه جوه الملعب بترجع عشان شخصيه الاهلي موجوده. هتكلم على حسام وابراهيم، الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، زي ما تعودنا في النادي الاهلي اللي لازم تدي اللقب للكبار بتاريخهم داخل النادي الاهلي. مش هتكلم في سلبيات وايجابيات، انا هتكلم بقول لهم، خصوصا هم هارد لاك امبارح المباراه اللي قدوها، بقول لهم عملتوا سيزون كويس وعملتوا سيزون محترم. وهتكلم كالعاده بلغه رجل الشارع البسيط، عملتوا من الفسيخ شربات، هي دي الحقيقه. وانا ضد اي حد كان بيقول الاهلي اداؤه سيء امبارح، لان لما نيجي نتكلم على عدد الفرص هتلاقي للنادي الاهلي عدد فرصه اكتر، النادي الاهلي كان الكوره في رجليه اكتر، النادي الاهلي
كان مسيطر على المباراه وبنقول الهدف جاي. لكن الاهلي هو اللي رجع بمدربه حسام البدري اللي عامل سيزون محترم وحقق بطولتين محترمين. تقعد تكلمني عن تكشيره، تقعد تكلمني عن تشكيل، تقعد تكلمني عن فنيات، التاريخ اتكتب خلاص، محدش بيغير التاريخ. التاريخ اتكتب اللي حسام البدري في 2017 مكمل في بطوله افريقيا، اخد بطولتين الدوري حسمها قبلها باربع اسابيع، حسم بطوله الكاس وبدون هزيمه. وبدون هزيمه. بتدوروا على بعض الامور اللي هي توجعنا ليه؟ بتدوروا على بعض الامور اللي اتكلم في مشاكل ليه؟ هو ده اللي انا عايز اناقشه مع حضراتكم. مش هو حسام البدري اللي نزل عمرو جمال اللي جاب الهدف؟ ولا حد تاني؟ هو حسام البدري. ومين اللي صنع الهدف التاني؟ مش هو عمرو جمال اللي كان الكل بيهاجمه عشان يفقدوا الثقه؟ ندخل على لعيب ونفقده الثقة، ندخل على مدرب ونفقده الثقة، ندخل على إدارة ونفقدها الثقة، وده مش مطلوب. لكن في أغلبية لازم تحترمها بتحب ناديها، وفي أغلبية بتعشق ناديها، وفي أغلبية بتعشق كيان النادي الأهلي، ملهاش علاقة بأفراد مين ماسك ولا مش ماسك. تحترم الأغلبية، ما تمشيش رأيك على الأغلبية، وتحترم الأهلي وولاده، لأن خيره علينا كلنا وبنحب الأهلي. هتقولوا يا عم أنت كل مرة تدينا دروس، أديك دروس بحكم اللي إحنا اتعلمناه، وبحكم نعرف تماما اللي النادي ده بيفرحنا قد إيه، والنادي ده بيسعدنا قد إيه. مفيش نادي في العالم بيعمل اللي الأهلي بيعمله، مفيش نادي في العالم في ثلاث دقايق بيرجع بالشكل ده على مدار تاريخه، مفيش نادي في العالم بيفرحنا الفرحة دي مع كل الرموز وكل العصور اللي موجوده. ايام الكابتن صالح حصل كده، وايام الفريق مرتجي حصل كده، وايام الكابتن حسن حمدي حصل كده، ودلوقتي مع المهندس محمود طاهر حصل كده. ما تفرقوش ما بيننا، ما تفرقوش وحدتنا عشان مصالحكم. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، ادي تغييره عمرو جمال اللي بقول لحضرتك. هو مين اللي غيرها؟ مش حسام البدري؟ هو حسام البدري. ليه بندور على اي حاجه تفسد فرحتنا؟ انا عايز اكلمكم على بعض الامور اللي انا شفتها برضو امبارح، وارد اللي انا او يقينا واحترامي وضميري اللي انا اقولها. كل الشكر والتحيه والتقدير والاحترام لكل المسؤولين عن استاد برج العرب. مره تاني، كل الشكر والتحيه والاحترام للمسؤولين عن استاد برج العرب، التنظيم الداخلي اللي موجود، الكلام ده كله زي الفل. بره عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا جدا عشان الجميع يبقى كل واحد يتحمل مسؤوليته. اللي دخل الاستاد يتعدوا على صوابع الايد. الكشوف النادي الاهلي باعتها وموجوده. وده دورنا اللي احنا نتكلم في كل حاجه عشان ما يبقاش في اخطاء، لكن اكيد بنساند كل الناس. تدخل تعدي الكشوفات موجوده مره واثنين وثلاثه واربعه، واللي داخلين 60 واحد اساسا. واللي داخلين 60 واحد. لكن الموضوع ابسط من كده بكتير. فمن هنا مش عايز يوصل لي رساله ان الجماهير مش هترجع. لان الكوره الطبيعي يا جماعه، الكوره اخترعوها عشان تسعد الجماهير. الكورة اخترعوها كده سابق عشان تفرح جماهيرك، ولو يبقى نادي بالملايين كان الطبيعي ان اللعيبة تحتفل بالبطولتين دول وسط جماهيرهم. لكن مش بنسجن فيهم ونحبسه. الطبيعي ده الطبيعي. أنا قادر إن أنا أأمن وقادر الأمور، لكن 60 واحد يبقى رموز مش عارفة تدخل استاد ونجوم مش عارفة تدخل استاد، هيعملوا إيه؟ هيدخلوا يعملوا ايه غير بيحب ناديه وعايز يروح ياخد ابنه ويروح يتفرج بيه؟ ولا جماهير عارفه تدخل، ولا نجوم عارفه تدخل، ولا ناس ليها قيمه في المجتمع مش عارفه تدخل. هو ده طبيعي؟ طبيعي ان انا اسكت في دوله بتبني نفسها وبتكلم على رياضه حقيقيه؟ ومش هتكلم يا سياده الوزير، من اسبوع
الاستاذ او الدكتور حسن مصطفى نجح برقيه كبيره وعريضه، مع اقل حاجه فيها نجاح يبقى فيه برقيات، والف الف مبروك. فكنت اتمنى وانا طالع حلقه النهارده يبقى فيه تهنئه للنادي الاهلي الكبير العظيم، واي نادي يكسب ده دور حضرتك تبقى موجود. ما كنتش موجود في الاستاد، مش مشكله ومش دورنا مين يبقى موجود او مين ما يبقاش موجود، لكن التهنئه كمان مش موجوده. فدي من السلبيات اللي انا عايز اتكلم فيها عشان تاكد لحضراتكم اللي في الكواليس بعض الامور. عشان كده بقول لكل اهلاوي لازم تعلم حجم التحديات. سيبك من جبهه مش عارف مين اللي هو اساسا الناس دي، كابتن حسن حمدي كان منحها اساسا من دخول النادي، لكن ده مش وقته، هنتكلم في كل حاجه. وتعملوا صفحات عشان تشتمنا، لكن في رجاله يعلموا قيمه نجوم ناديهم ما بيقبلوش بالغلط. النقطة الثانية، في قبل المباراة وحضراتكم تعلموا الكلام ده أكتر مني، كل يوم هجوم 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 هجوم، وكل يوم تصيد للأخطاء، تمسك البدري شوية، تمسك النادي شوية، تمسك أعضائه شوية، تمسك مدينة نصر شوية، تمسك اللائحة الاسترشادية شوية، تدخل وزير، تدخل رئيس لجنة أولمبية قبل المباراة. طبعا لما الاهلي يكسب الكاس ايه اللي بيحصل؟ لازم تركب الموجه، لان الكل يعلم حجم جماهيريه النادي الاهلي اللي انت ما تنفعش تعمل غير كده. لكن احنا لا، هنقول ومش هنخاف ان اللي حصل قبل المباراه من اعلاميين ومن امور كتير جدا، كل يوم تصيد للنادي الاهلي الاخطاء، وكل يوم بتدوروا للاهلي يخسر، وكل يوم تدعوا الأهلوية، وفي الآخر لما الأهلي يكسب الله هو أكبر، ثوار أحرار هنكمل المشوار مع الأهلي، وده كذب. وأنا ما أحبش اللي حد يضحك على جمهور الأهلي ولا أعضاء جمعيته العمومية، لأن الناس عارفة وفاهمة كل حاجة. اللي أنت تنط على الموجة وتركب الموجة اللي الأهلي حقق انتصار وحقق الثنائية والأهلي والأهلي والأهلي، وشهر كامل فارمين النادي الاهلي بفرقه كوره برئيس جهاز او مدير فني بنادي ناس مسؤوله فيه، وفي الاخر نركب الموجه كده بسهوله في انتصار للاهلي ونضحك على وتضحكوا على جماهير النادي الاهلي. مش هنقبل الكلام دوت. بس انا الامانه لازم تبقى موجوده، لان انا ما ينفعش في توقيت زي ده بفرح وبحتفل، لازم نكشف الناس ونقول الحقيقه. ومهما حصل اي تحديات معانا او حصل اي امور ما تخليناش نمشي في الصف، مش هنعمل كده، لان في ربنا سبحانه وتعالى وانا وعدتكم بكده. فالناس عارفه وفاهمه حجم التحديات. كمان اللي انا النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها والنقطه الاخيره اللي اكدت عليها حلقات طويله، هو لما النادي الاهلي يكسب البطولتين الطبيعي تجيله تهنئه من المسؤول عن الرياضه. كان موجود المهندس هاني ابو ريده امبارح وبيسلم الكاس مع المهندس محمود طاهر، لكن المسؤول عن الرياضه باركنا لكل الناس وباركنا الالعاب قبل كده وباركنا وباركنا، لكن مهم جدا وبرجع تاني للموضوع ده اللي انت تبارك للنادي الاهلي. فلما انا بتكلم عن طرح قضيه موجوده ولوائح موجوده بتفرض عليها النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت كنا بنوعي جمهورنا وكنا بنوعي اعضاء جمعيتنا العموميه وقلنا لهم خلي بالكم في بعض الامور خدوا بالكم منها. النهارده بيثبت الكلام اللي احنا بنقوله، ما بنضحكش على حد، هنضحك على حد ليه؟ وايه هدفنا؟ وايه مصلحتنا؟ فمن هنا برضو زي ما باركت للكل ببارك لاعضاء الجمعيه العموميه، وهقول لهم كلمه برضو وكلمه مهمه، ده توقيتها اللي احنا نقولها النهارده. يا أعضاء الجمعية العمومية اتعمل صفحات من أول يوم واتقال عليكم كرسي وشمسية، اتقال عليكم بتوع اسكالوب وبتوع جنينة، تقبلوا على نفسكم الكلام ده؟ أنا راجل حر مفيش على راسي بطحة، أعشق حاجة اسمها النادي الأهلي، ومفيش حد مخلوق على وجه الأرض يجبرنا في البرنامج تقول ايه وما تقولش ايه. اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز قدامك النيل في مصر
واسكندريه في بحر وفي الساحل الشمالي كمان في كوره جميل، يا ترمي نفسك هنا يا ترمي نفسك هنا. فمن هنا هرجع اقول لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين، مش سمعتوا الكلام ده؟ مش سمعتوا الاهانه اللي كانت بتتقال على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ والكل عارف كرسي وشمسيه واسكالوب وجنينه ومش عارف ايه. فكرامتي كرامتي انا فين؟ اروح اعبر واروح اقول انا موجود، انا قابل التحدي. لو انا في مصيف هسيبه واجي عشان خاطر ناديه اللي انا بحبه وبعشقه. لو انا عندي اي مشكله هسيبها وهروح عشان انا ما اسمحش اللي يتقال عني كده. ده رقم واحد. ورقم اتنين ما بقبلش الوصايه على ناديه من اي حد. ورقم تلاتة الكواليس فيها امور كتير جدا جدا، لكن مهنيا واخلاقيا بنقول اللي ينفع يتقال. فاللي ركب الموجه وعايزنا نصدق مش هنصدق، لان في جماهير واعيه فاهمه. وهنفضل ورا الكلام ده. كمان من ضمن الحاجات انا كلمتكم ده دلوقتي بعض السلبيات اللي كانت موجوده. اللي انت رحت للبدري، عايز تقول على البدري ايه؟ التاريخ كتب جاب لك دوري، عايز تقول ايه؟ كتب خلاص، عاوز ايه تاني؟ بتدور على سلبيه ليه؟ طيب انا وعدت حضراتكم لما بيحصل حاجات في الكواليس، واتمنى في لحظه زي دي ربنا كرمنا بانتصار مهم، روحنا كلنا اللي كان في الاستاد روح فرحان جدا، وكان شايف الم انت وانت قدام التلفزيون، انت قدامك اجواء مختلفه، وشفنا امور صعبه، وشفنا احيانا انت بتشك لثواني الاهلي هيرجع، الاهلي صعبه الدنيا، ده خلاص الوقت بيجري خلاص، والفرحه تبقى فرحتين وثلاثه واربعه وخمسه. عارفين يا جماعه جالي رساله قبل المباراه من خمسه سته، والخمسه سته دولت اهلاويه جامدين جدا، منهم اتنين انا بتعامل معاهم ما بثقش فيهم بشكل قوي، يعني ايه 50-50، مش ما عنديش ثقه فيهم لان بشوف ارائهم متلونه طول الوقت. لكن عارفين جالي رساله فيها ايه يا اهلاويه؟ والله انا بناقشكم وبحكي لكم اللي حصل بالظبط، ولا بزود ولا بنقص. الماتش كان فاضل عليه، خلص الشوط الثالث والمصري كان متقدم. جالي رساله شتيمه في الجهاز الفني وشتيمه في بعض اللاعبين، مش رساله، تلات اربع رسائل زي لما انا قلت لحضراتكم، ومش عارف ايه، وهم دول اللي بتدافع عنه ده مش عارف، واهلاويه واهلاويه واهلاويه، وفي اهلاويه هنا على مستوى القاهره تعرفهم، واهانات غير طبيعيه، مش لشخصي، للي انا قلت لحضراتكم عليه. فقلت خلاص من حبه للاهلي بيعمل كده مفيش مشكله. والاهلي قبل ما يجيب الهدفين تدخل على صفحاتهم، ما انت خلاص بقى روحت وشفت الامور، اهانه للنادي الاهلي واهانه كانهم الاسم بس اهلاويه. ده تسميه ايه؟ دول النوعيه دي تسموه عايزيني انا او انا بشارككم معايا اقول عليها ايه؟ دول بيحبوا النادي الاهلي عند اشخاص معينين فقط. ده ما كتبوش مبروك للنادي الاهلي، واللي كتب مبروك كاتبها عن استحياء، يعني كاتبها وهو مكسوف عشان ليه مصلحه، واحد تلاقيه في مركز اعلامي والتاني تلاقيه في مجله الاهلي والتالت تلاقيه هنا توعد في برنامج والرابع تلاقيه مش عارف فين وهكذا وهكذا. والله العظيم هي دي الامانه، والرسائل موجوده والكلام ده موجود. وحتى انا عشان اكمل القصه اللي انا حكيتها لكم، رحت باعت في حد بيحب الاهلي يشمت في الاهلي. فدي نوعيات تمشوا وراها وتشتموا نجومكم، ويجي يقول لك جبهات، جبهات عشان الاهلي جاب بطولتين، هو ده اسمه ايه؟ اسمه استقرار، واسمه هدوء، واسمه النادي الاهلي من 10 سنين بيرجع تاني ياخد الثنائيه. فطبعا هم نوعين. التالت ده ماليش دعوة بيه، لأن ده راجل بيعشق الأهلي، أجيب سيرته إزاي؟ ده على راسي من فوق. ده أشيله على راسي من فوق، ولو طلب مننا أي حاجة أقسم بالله قتال نعملها له. فمش ما أقدرش أتكلم على المحترمين والرجالة اللي بجد.
انا بتكلم على نوعين، اللي ركب الموجة وبيهاجم نادي نط على طول، بس احنا واعيين وشايفين وعينينا مفتحة وكأن ايه اهلاوية بقى، وبص الفرحة وبص النجوم وبص والدنيا وبص احسن تغطية كانت في قناة النادي الاهلي، عشان تبقوا فاهمين احسن تغطية اتعملت كان في قناة النادي الاهلي. مفيش مخلوق يقدر يطلع باص اللعيبة او يدخل غرفة اللاعبين غير كاميرا النادي الاهلي. فتلاقي كده في ناس كده ربنا خلقها تشيل الشنطة، فاللي بيشيل الشنطة دول يا عيني كتير، يبقى شايف يعني بس مش قادر متكتف، تلاقيه ماشي في اللاين ده على طول، فشايلين الشنط دول كتير. فهتركب الموجة لا احنا مصحصحين، مصحصحين اللي بتهاجم من النادي الاهلي، بتتصيد الاخطاء، بتستنى له يخسر عشان الهدف واضح، وهنقول الايام اللي جايه وهتشوف وان شاء الله هيثبت الكلام ده. بس مش عاوزين اعتذار، عاوزين تعرفوا اللي كان فيه امانه وضمير. والنوعيه الثانيه اللي انا بقول لحضراتكم مصالح، وطول الوقت ما يحسسكش اللي فيه انتصار، يحسسك اللي انت تحت ضغط. مين اهلاوي وشغال في قناه الاهلي والاهلي خسران كاس مصر او الدوري ويطلع يواجه الجماهير؟ يبقى مكسوف، والله يبقى مكسوف يطلع يقابل جماهيره، لان ما ينفعش يقابل جماهيره، لانه زيه زيك، بيعبر عن صوتك، بيعبر عن حبك للنادي الاهلي. فمن هنا كنت اتمنى النقطه الاخيره اللي كنت اتمنيتها امبارح، لجماهير الاهلي تبقى ماليه المكان، لجماهير الاهلي تبقى ماليه الاستاد، والناس يبقى عندها القدرة على حضور الجماهير. لكن طول الوقت ببقى صبور، وطول الوقت ببقى عندي روح التفاؤل، وطول الوقت الخوف ما يمتلككش، وطول الوقت بتساند جماهيرك. مش عايز احبطكم، بس اللي انا شفته امبارح مؤشر اللي مش هيبقى فيه جماهير، بس على عهدي قدام ربنا سبحانه وتعالى اللي دي قضيتنا، لغاية آخر يوم هنبقى موجودين هنا هنساند جمهورنا، المحبوسين منهم واللي خرجوا منهم واللي بيروحوا على مدار ثلاث سنين، على مدار ثلاث سنين بيروحوا، اللي منهم أعضاء جمعية عمومية واللي مش أعضاء جمعية عمومية أهلاوي بس بيقدر يدخل، الخمسين ستين واحد اللي بيروحوا صوتهم يهز برضو جبال، وليهم مننا كل الاحترام والتقدير. فهنساندكم كل اهلاوي، كل اهلاوي هنسانده، لكن قضيتنا الاساسيه اللي عمرنا ما هنتخلى عنها هي جماهير النادي الاهلي، اللي هي جزء كبير لو هي محرومه من المدرج اللي ما تبقاش موجوده، لكن البطولات دي اللي انتم شايفينها بتتحقق بيكم، وانت قاعد في بيتك بتساند ناديك وبتخاف عليه وبتحميه. فعشان كده انتوا العمود الفقري، اللعيبه بتادي ورجاله. انا شفت احمد فتحي بعد المباراه راجل بمعنى الكلمة، ما تكلمنيش في مباراة نهائية عن أداء أو عن فنيات، كلمني عن تاريخ بيتكتب، كلمني عن إحساس بالمسؤولية. لبعض أوقات في المباراة بقول لحضراتكم الأداء والضغط ما كانش عاجبني، وكان الأهلي مش هو الفعل، ما كان موجود، لكن النهاية البطل مين؟ البطل الأهلي اللي جاب اللي أحرز الدوري في 2017، التاريخ كتب، كان رئيس النادي محمود طاهر ومجلسه، كان المدير الفني حسام البدري، كان حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي، هؤلاء اللاعبين الرجال اللي عندهم شخصية النادي الاهلي، كان روح الاهلي موجودة قدام حضراتكم اهي، التاريخ كتب كده. يا اخي ما بتعرفوش تفرحوا ليه؟ ولا بتعرفوا تساندوا قبل مباريات جهاز ولا لعيبة وبتحطوا السم في العسل؟ ولا عايزين تساندوا بعد ما بنحقق البطوله؟ ادعوا ربنا بقى، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. عاوزين من الاهلي ايه؟ ما تسيبونا نفرح. شيلوا حسام غالي، الف شكر حسام غالي على اللي انت قدمته مع النادي الاهلي، كابتن من الكباتن اللي عندهم شخصيه ومحترم وكبير. الف مبروك عماد متعب، تلعب ما تلعبش هفضل اقول انت متعب الكبير، عايش في وجدان الأهلوية، ليك رصيد كبير مع الأهلوية. تلعب بتصنع تاريخ، ما بتلعبش برضه بتصنع تاريخ. هو ده متعب. حسام عاشور كابتن من الكباتن الكبار. اصنع التاريخ، حقق بطولات أكتر من كده مع الأهلي. نمسك الخشب،
اجنبي مصري موجود. شريف اكرامي موسم ولا اروع. سعد سمير اللي مش موجود، محمد نجيب المحترم، احمد فتحي، شعله نشاط ورجوله في الكوره المشتركه، وده اللي كنا بنطالب بيه قبل المباراه. خليك راجل في الكوره المشتركه، قول انا موجود، بتعدي زميلك اللي جنبي. رامي ربيعه راجل، عندك كمان افضل من كده. المباريات بتجيب. علي معلول ولا اروع، احب اللعيب اللي عنده ثبات، ما تهربش منه الثقه، وفي المباراه المهمه يعمل لك كروس هدف. عمرو جمال ابني من ابناء النادي الاهلي، سند هاجمتوه ووقفتوا ضده وحاربتوا المدير الفني لاهداف شخصيه عشان توصل لاهداف نتنه ريحتها عفنه. لكن حسام البدري اشتغل وتحدى. كابتن احمد ايوب الف الف مبروك يا كابتن احمد. كابتن طارق سليمان، الجهاز الفني بالكامل، العاملين بالنادي الاهلي. سيد معوض وفي بدايه مشوار بيحقق بطولتين، حاجه كويسه. عمرو السوليه امبارح كان راجل، افساد الهجمه، في ناس بتشوف وتقول بعض السلبيات، لكن انا بقول لكم كان راجل في كور مشتركه، راجل فيها. هي دي نوعيه لعب النادي الاهلي. مش عايز انسى حد، عايز اقول الاهلي بطل، الاهلي الاعجاز، الاهلي الانجاز، الاهلي الوحيد اللي بيعمل اللي انت بتشوفوه. الاهلي ما تضمنهوش غير وانت راكب اتوبيس الفريق. اعتقد الحكم اللي بيتفرج او الحكم بتاع المباراه، انا اسف، امبارح هيروح يحكي، هيقول غير ايه اللي الفريق رجع في 3 دقايق، هيقول ايه غير ايه غير كده. تخيلوا شاف جماهير النادي الاهلي كمان كان هيقول ايه. انا شفت لقطه كمان امبارح في السوشيال ميديا، لازم احكيها لكم عشان الاجيال تبقى فاهمه. شفت روحوا ما بين 12 ل 16 و 17 سنه جوه النادي الاهلي بيتفرجوا في الشاشات جوه، لما يشوف النادي الاهلي بيحقق البطوله بالاعجاز ده كالعاده هيتربى على ايه؟ لو هو مش حابب يبقى لعيب كوره هيتبنى عنده تحدي واصرار وعزيمه يشتغل لغايه اخر ثانيه. وهو ده الاهلي اللي بيبني اولاده. عشان كده ما تستعجبش، طالع من عندك وزراء وطالع عندك في اماكن مهمه في الدوله. الف الف مبروك مره تانيه وثالثه ومليون لجمهور النادي الاهلي في كل مكان، من اسوان لاسكندريه، في الامارات والسعوديه، والرسائل اللي جات لنا قبل الحلقه من فلسطين، رابطه فلسطين، في رابطه النادي الاهلي في فلسطين، حاجه تفرح الناس، بنتواصل معاها في قمه السعاده، والشاشات اللي موجوده والفرحه للنادي الاهلي جمهوره عاملها في كل مكان، في ابو ظبي والامارات، في البحرين والاردن، كل الاهلاويه في كل مكان. الاهلي ده يا جماعه عظيم، الاهلي ده كبير، الاهلي اللي بيعمله اعجاز وانجاز وتحدي كبير. مش ملاحظين نقطه تتواصل الاجيال ويستمر العطاء؟ هي جمله انتخابيه بس ده على ارض الواقع حصل مع كل اللي اداره النادي الاهلي. الثنائيه موجوده، تغيب شويتين وترجع تاني، مع مين؟ مش مشكله. اي حد يمثل النادي الاهلي، اي حد بيشتغل للنادي الاهلي. النقطه الاخيره، موسم استثنائي في النجاحات، العاب جماعيه، العاب فرديه، فرقه الكوره، تنس الطاوله، انا مش عايز انسى حد، باسكت، هاندبول، السنه دي افريقيا، كل واخد افريقيا. يا رب كملها، يا رب يا رب يا رب كملها ببطوله افريقيا اللي كلنا منتظرينها. الفريق كامل متكامل وكلنا ورا الفريق. يا رب يا رب باسم كل الاهلاويه تحقق لنا البطوله دي اللي هتسعدنا اكتر واكتر واكتر، عشان وحشنا اللي احنا نروح كاس العالم. ويا رب ابعد عننا الحاقدين والمتآمرين واللي عايزين يفرقوا وحدتنا واللي ليهم مصالح. يا رب حقق لنا الهدف ده، وابعد عننا اللي انا اتكلمت عليهم، الاشخاص السيئين
اللي احنا بنتكلم عنه. جمهور امبارح الاهلي فرحة مضاعفة. جمهور الاهلي امبارح ما اروع هذه، انا بنقل صورة الناس اللي انا شفتها، اللي انا كنت قاعد وسطها، اللي انا فخور اللي هم بيقولوا لي كده، اقول اللي احنا الاهلي ده مصدر فخر وسعادة لينا. نسيت حاجات كتير جدا اقولها من فرحتي. نسيت في الوقت اللي احنا بيبقى الامور صعبة قوي ربنا بيفتحها وبيسرها علينا عشان اخلاص النوايا. الف الف مبروك لكل الاهلوية في كل مكان، فرحتونا واسعدتونا ونطلع دلوقتي كمان بتقرير الاهلي الكاس يعود لبيته ودولاب البطولات. صدقوني وبنطالب مجلس الاداره في الشيخ زايد بقى او في مدينه نصر يعمل لنا دولاب بطولات تاني، عشان ان شاء الله لسه في المزيد، في اجيال جايه وفي اجيال موجوده طول ما هي لابسه فانيله النادي الاهلي هتقاتل عشان ترفع من شأنه، وهتقاتل عشان تزود عدد الكاسات اللي يروح الجزيره ما بقاش فيه مكان. عشان كده معانا كاسين جبناهم من غرفه اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اللي انا بشكره، اللي راجل فيه مجهودات كبيره في النظام، ولما بنحتاج اي حاجه ما بتاخرش عننا، حاجه مشرفه. واكيد كمان لازم، مهم جدا نعمل معاه مداخله بعد شويه عشان نتكلم معاه في اللي انا حكيته، وهو كمان اضرب اللي انا عايز اقوله عشان التنظيم المباريات اللي جايه. لكن قبل ما نروح للتقرير، مش هنيأس اللي احنا نتكلم عن قضيتنا وهو جمهورنا. محروم اللي يبقى موجود في المدرج، لكن هنشتغل وبوعدكم اكتر من الاول اللي ازاي الجماهير تبقى موجوده تساند وتدعم، لان احنا بنحقق بطولات دي كلها او بطولاتنا عشان كل اهلاوي يفرح. افرحوا يا اهلاويه، والف الف 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 مبروك على الكاس والدوري، وان شاء الله بطوله افريقيا. نطلع لتقرير الكاس يعود لبيته ونرجع لحضراتكم. قد عادت البطولة المتمنعة عن دولاب بطولات المارد الأحمر، وهي التتويج بكأس مصر، عادت إلى مكانها الطبيعي والصحيح. لا شك وأنها كانت مطلبا حقيقيا لكافة أطياف جماهير النادي الأهلي منذ سنوات طويلة. نجح الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق ذلك المطلب حينما فاز على المصري مساء أمس الثلاثاء على أرض ملعب برج العرب، وظفر بكأس مصر للمرة 36 في تاريخ النادي، ليكرر المارد الأحمر فوزه على المصري لسابع مرة في تاريخه في نهائي كأس مصر، ورسخ الأهلي عقدته أمام المصري في نهائي الكأس للمرة السابعة، ليضرب نادي القرن الأفريقي كافة الأرقام القياسية بتتويجه باللقب للمرة 36 في تاريخه، ليرفع الفارق بينه وبين الزمالك أكبر وأقرب منافسيه لأحد عشر بطولة في الكأس، ليغرد منفردا في صدارة المتوجين بعدما وصل رصيده من الألقاب ل133 لقبا. كما حصد لاعب الأهلي عمرو جمال وعماد متعب لقب هداف الكأس بعدما سجل كل منهما أربع أهداف بفارق هدف واحد عن صالح جمعة الذي سجل ثلاثة أهداف. وما زين تتويج أبطال القلعة الحمراء بالكأس هو الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في موسمه المحلي الماضي، وحسم 39 مباراة خلال الدوري والكأس والسوبر دون تلقي أي خسارة، مكررا ما فعله في موسم 2005-2006،
كما يعتبر هذا اللقب هو أول بطولة كأس مصر لجميع اللاعبين مع النادي الأهلي، ومن ضمنهم قائد الفريق حسام غالي باستثناء الثنائي عماد متعب وحسام عاشور. وعلى صعيد المدير الفني حسام البدري فيتبقى له التتويج ببطولة الكونفدرالية فقط حتى يكتب في تاريخه تتويجه بكافة البطولات التي شارك بها الأهلي سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، حيث بات البدري أول مدرب مصري بالتاريخ يتوج بكأس مصر والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والسوبر الأفريقي. والفرصة واتية الآن لتحقيق إنجاز لم يتحقق سوى مرة واحدة في تاريخ أبناء مختار التتش، وهي الفوز ببطولة الدوري والكأس وأفريقيا في موسم واحد، حيث جاءت مع البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2005-2006. ولا شك أن التتويج بالكأس فتح لأبناء المايسترو الراحل صالح سليم أبواب الإنجازات والأرقام القياسية. عاوز بطولات شجع الأهلي، عاوز تفرح برضو شجع الأهلي. الثنائية بعد غياب 10 سنين، بنتكلم من 2007 آخر دوري وكاس في عهد مانويل جوزيه، وكان أعتقد كان المباراة الشهيرة 4-3 للنادي الأهلي، كان مباراة الأهلي والزمالك، كان مباراة كل الأهلاوية ما يقدروش ينسوها، تروح وترجع وماراثون غير طبيعي. وهتلاقي الاثاره مرتبطه دايما بالنادي الاهلي، والمباريات الكبيره هتلاقي اطرافها النادي او طرف فيها النادي الاهلي. الثنائيه اللي موجوده بعد غياب 10 سنين بجهد وتعب وعرق، مش بخلق الاعذار، مش بكل شويه تبرير ولا تحكيم ولا الكلام اللي احنا بنسمعه. ادي الماتش امام حضراتكم، ده كان اخر مباراه كاس 2007 للنادي الاهلي، كانت امام نادي الزمالك، بنتكلم 10 سنين غياب بطوله الكاس.
ولما تحقق ده يبقى ده اسمه ايه، نجاح ولا اسمه ايه؟ برضه عشان الناس تفهمنا وتبقى وعيها موجود طول الوقت. البطولتين دول لما يتحققوا ده معناه ايه؟ استقرار وهدوء وبركز، عايز اشتغل ازاي اجيب فلوس، وفي نفس الوقت ازاي اصنع تيم يجيب بطولات. وبالمناسبه انا بكلمكم كلام قلته هنا من سنه ومن سنه ونص، الاهلي لسه بيصنع تيم. طول ما في احلال وتجديد، لعيبه تخرج ولعيبه تخرج، عماله لعيبه كتير بتخرج ولعيبه بتدخل، وفي الاخر اللي بيقدر يتحمل بيقعد وهكذا، تفهم اللي انت بتصنع تيم وماشي في الخطوات السليم. دي الخبره اللي احنا شفناها في ال 12 سنه اللي كنا موجودين فيهم في الفريق الاول. و12 سنه وبنشارك في كل المباريات، وعارفين التخطيط كان ماشي ازاي والفكره ماشي ازاي، ومين جه ومين مشي، ومين العدد الكبير اللي جه ومشي، ومين اللعيبه المحترمه اللي جت حققت الهدف لكل الجماهير، لغايه لما بقى عندك تيم محترم قوي. فاللي احنا فيه انا بقول لحضراتكم، من غير ما المدير الفني يقول لك ولا من غير اداره تقول لك، ده اسمه صناعه تيم. طول ما تلاقي العدد بيخرج ويدخل بتجيب عناصر متميزه، بينسجم، بتقعد تكمل في مشوارك، ويبقى في ظهير جماهيري وراك زي صالح جمعه كده. تلاقي صالح جمعه فين صالح فين صالح فين صالح، بيبعد شويه لغايه لما يدخل ويكسر الدنيا. بقى عندك لعيب تقيل جوه الفريق، وهكذا وهكذا، لغايه لما يبقوا مش بقى 11 او 12، تلاقي ال 25 لاعب تحتار فيهم، وده اللي الاهلي بيعمله. فالثنائيه اللي قدام حضراتكم اتحققت بالتخطيط، بالجهد، بالعرق، بالانضباط، بالتكاتف والايد الواحده. اول ما هتلاقوا الترابط ده مش موجود، صعب تلاقوا الكلام ده. هيبقى زينا زي اي حد. ما بيجيش الغير باخلاص النوايا، الكلام ده بيجي كده، بيجي بالجهد والعرق، وتبقى راجل وتتحمل فانيلة النادي اللي انت لابسها، وتتحمل مسؤولية الجمهور اللي قاعد في البيت يزعل ويبقى غضبان، لان الحافز عند المدير الفني في كل مباراة، خصوصا مباراة الكاس او في افريقيا، يقول لك عايزين نفرح الجماهير. المدير الفني بيقول للعيبة كده في غرف الملابس، وكابتن الفرقة يقول للعيبة كده، عايزين نفرح الملايين من الاهلاوية. فمتلاقي من هنا الوحدة موجودة والترابط موجود. اللي بيشت عن الصف تلاقي ربنا على طول ما يوصلهوش لهدفه، ولا يعرف يوصل له ثانية. لو وصل لبعض الوقت ما يعرفش يوصل طول الوقت. فهي دي عبقرية حب وبتحببنا في النادي الاهلي اكتر. فمن هنا بطولات في العاب جماعية، جايبين الثنائية النهاردة نحتفل معاكم، وعشان نفرح ونتبسط ونحكي في تاريخنا ونحكي مع جمهورنا. والاحتفال النهاردة مختلف، كل مرة قلنا نفكر بشكل مختلف. كل مرة اللعيبة بيبقوا موجودين معانا في الانتصارات والناس بتسمعهم، وهتكلم بصراحة أكتر كلاعب سابق، بنشكر الجماهير وبيساندونا وبيدعمونا، والكلام ده موجود. اه طبعا موجود، لان هي دي الحقيقه. كمان كل مره بيبقى معانا المدير الفني ومجلس الاداره وبعض اعضاء مجلس الاداره، اه بيبقى موجود الكلام ده، بيبقى موجود. فعايزين نغير ونفرح مع جماهيرنا، يبقى في مداخلات من جماهيرنا. فاخترنا بشكل عشوائي، قدرنا الحمد لله نتواصل مع مجموعه موجوده في الظروف الصعبه اللي ما فيهاش جماهير، باستثناء مباراة افريقيا بيبقى في جماهير الاهلي جزء منها كبير موجود. النهارده معانا مجموعه حضرت مباريات كتير جدا في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، اللي الاهلي كان محروم من جمهور. يحكوا لنا اللي موجود امبارح عمل ايه، وكان شعوره ايه، والحاله بتاعته لما كان خسران، وبعد كده ربنا ادانا الانتصار الكبير العريض وتتكتب في التاريخ، الاهلي حقق بطوله الكاس، مشاعرهم كانت ايه، ولما بيروحوا المباريات اللي قبلها في الدوري وفي افريقيا. فكان مهم جدا يبقى معانا جماهير نتكلم شويه ونشاركهم معانا، لان احنا اسمنا الكره والجماهير. نروح لتقرير الثنائيه اللي النادي الاهلي حققها دوري وكاس بعد غياب 10 سنين، وبعدها استقبل مجموعه من الاهلاويه الجدعان اللي واقفين ورا ناديهم النادي الاهلي.
واثق الخطوة يمشي ملكا. هذا هو حال الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعدما نجح في التتويج بالثنائية المحلية للمرة الأولى بعد غياب استمر عليها لمدة 10 سنوات والمرة 14 في تاريخه، وبذلك تفتتت العقدة التي كانت تلازم الفريق خلال الفترة الماضية على صخرة المارد الأحمر. ولم يكن التتويج بكأس مصر على حساب المصري بالأمس وليد الصدفة، ولكن من خلال الجهد الشاق والعمل المتواصل من أجل استمرار الفريق الكروي دوما على منصة التتويج. هو إنجاز رائع وفريد للجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري بعدما توج بالكأس الأولى له مع الفريق وهو على رأس الإدارة الفنية، لتزين بطولة الكأس الموسم الكروي الرائع الذي أنهاه المارد الأحمر بالأمس، ليستعد على قدم وساق لمواجهة الترجي التونسي والمقرر لها في 16 سبتمبر المقبل في دور 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ولا أحد يغفل دور مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر في توفير الاستقرار داخل النادي بصفة عامة والفريق الكروي بصفة خاصة، وهو الأمر الذي اعتبره الجميع الدافع الأساسي للبطولات التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية، بالرغم من الأيادي الخفية والمرتعشة التي تسعى لهدم الاستقرار. ولا يختلف اثنان على سيطرة الفريق على بطولة الدوري على مدار التاريخ، إلا أن تأتي بطولة الكأس لها مذاقها الخاص كونها تحققت عن طريق روح الفنلة الحمراء بعدما حول الأهلي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين بهدفين في الرمق الأخير من المباراة، وسط سعادة غامرة من الجماهير الحمراء وذهول واندهاش من جانب الأندية المنافسة. الثنائية المحلية تفرض التتويج بالثنائية الأفريقية عن طريق الفوز ببطولة أفريقيا والسوبر الأفريقي. كل الدعم والثقة في الجهاز الفني ولاعب النادي الأهلي في مواصلة الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، فهم يستحقون كل ذلك. No!
برحب بحضراتكم من جديد، وزي ما قلت لحضراتكم العمود الفقري للنادي الاهلي على مدار تاريخه هو جمهوره. بتيجي اجيال ورا اجيال وبتحقق بطولات وبتحقق انجازات، لكن جمهور الاهلي موجود دايما، اتربى على البطولات واتربى على النجاحات. وتلاقي حتى على مستوى الحلقه النهارده الاب اللي كان في المدرج وبيشجع وبيأزر بيربي اولاده على حب النادي الاهلي. عشان كده الاهلي مصدر الفرحه، مصدر السعاده، وهتندم لما ما تشجعش الاهلي، وكمان هيفوتك الكتير من البطولات والانجازات. خلوني في البدايه ارحب بمجموعه، وانا يعني بسترسل في الكلام، المجموعه دي اتربت على حب الاهلي من وانا بلعب عارفه، وغيرهم وغيرهم كتير. اكيد في مجموعه مش هنقدر ان احنا نتواصل مع الناس كلها والكل يبقى موجود معانا، لكن بعتبرهم اللي هم بيمثلوا بتفكيرهم بعقليتهم بيمثلوا مجموعه كبيره من جماهير النادي الاهلي المحترم. واحنا جمهور الاهلي كتير، وجمهور الاهلي في كل مكان ملوش عدد، والناس حاولت تفرق، يقول ده مجموعه وده مش عارف، لكن الكل في واحد، كلنا اهلي، سواء اولتراس اهلاوي او المحب للنادي الاهلي او اي اهلاوي في اي مكان بيحضر في الاستاد. عشان كده في البدايه هرحب بعم وزه، ونقدم الناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتعشقه، واكيد جماهير النادي الاهلي كلها عارفاه. عم وزه برحب بيك. كمان معانا واحد النهارده ليه كلمه في المدرج، لما تحب انضباط جوه المدرج، لما تحب الاستاد ينتفض، الناس كلها بتسمع كلامه زي ناس كتير، عم حربي وجزره وجروب اولتراس اهلاوي وغيرهم من الاهلاويه كتير، مش عايز انسى اي حد، وعم حسين اكيد. عم حسني برحب بيك. اهلا بيك يا كابتن، ومبسوط ان انت معايا النهارده. انا اسعد ان جايين النهارده نشارك جمهور النادي الاهلي كله فرحتنا بالدوري والكاس. مبروك، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. كمان مجموعه كمان اخرى موجوده في الاستاد بتساند، عارفين الجماهير مش موجوده بشكل كبير على مدار 4 سنين، لكن ملتزمين طول الوقت اللي انتوا تروحوا وتحضروا وتساندوا وتبقوا موجودين عشان خاطر النادي الاهلي. محمد جابر، اهلا بيك يا كابتن شادي، والف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. واحنا ورا الاهلي من اليابان لامريكا، في اي حته الاهلي احنا ورا الاهلي. كمان الاستاذ عبد الحميد حسين موجود في الماتشات كلها، بنشوفك دايما، وبشكرك على تواجدك النهارده، وكمان الثنائيه الدوري والكاس السنه. برحب بيك يا كابتن شادي، ومتشكرين جدا على الدعوه الكريمه دي، ونادي الاهلي شرف لاي حد، وطبعا ان احنا بعد 10 سنين يبقى الثنائيه موجوده في النادي دي حاجه بتسعدنا، ودايما يا رب في انتصارات ان شاء الله. كمان موسى اهلاوي، ممكن يكون هو عقليته غيرهم شويه اللي موجودين. موسى بيتابع مع كل الناس، بيعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، اكيد الكل بيعشق، لكن دماغه وتفكيره مختلفه شويه، وبيعشق المدرج، وانا عارف اللي هو محروم من المدرج دلوقتي، ولكن خليني اقول لك الف الف مبروك في البدايه على بطوله الكاس، وكمان على بطوله الدوري السنه دي. حبيبي يا كابتن شادي، يا ربنا يخليك يعني، والاهلي فوق الجميع، ده مش شعار يعني، ده حقيقه، حاجه تربينا عليها من واحنا صغيرين يعني. خلينا نبتدي بعم وزه. فرحه، والسؤال هيبقى للكل، لان هو ده اللي انا قلته، اللي بيعمله الاهلي ده اعجاز وانجاز غير طبيعي، بمعنى من امبارح لوقت ضيق جدا علينا كلنا، وقت صعب، فيه حزن، فيه انكسار، فيه الم، لفرحه هستيريه عند كل اهلاوي في 3 دقائق بتجيب هدفين. هي بالنسبه لجماهير الاهلي مش انكسار ولا حاجه، لان احنا لحد الوقت الفاضل في المباراه مغلوبين 1-0، انا قاعد وعارف ان الاهلي هيجيب التعادل وهيكسب. ليه؟ لان احنا بتوع الدقيقه 90 و92 و93 على مر العصور، فدي مش حاجه جديده على النادي الاهلي ولا على لعيبه النادي الاهلي، فاحنا عارفين ان احنا هنكسب، وكسبنا والحمد لله وفرحنا. بس كانت الفرحه هيستريها ليه؟ لانها كانت احسن ما كنا لعبنا، ومن اول الشوط الاولاني مثلا جبنا 4 5 اجوان او 3 اجوان، راحت على الحاجه اللي الجمهور الاهلي بيحبها. انت في الدقايق الاخيره، جت في الدقايق الاخيره، فدي اللي عملت الفرحه الاستريه اللي كانت موجوده امبارح. عملت ايه يا عم وزه لما الهدف الثاني، خصوصا بتاع احمد فتحي؟ كابتن فتحي اسطوره. ابو ملك ده، اللهم صل على النبي عليه،
ده عملها تشب كده من فوق منه واللعيب بيجري ورا الكوره مش قادر احرك رجليه وهي قدامه ما لحقهاش. فدي خلتني نطيت انا ما بقدرش امشي خلتني نطيت والحمد لله ان ربنا كرمني. عم حسني في الكواليس قبل ما تدخل انا فتان شويتين، قلت لي انا طول الوقت عندي يقين وثقه الاهلي هيكسب، مع ان الامر ممكن كان مختلف عن مباريات كتير اللي انت ممكن كانت الامور تبقى صعبه وما تحققش البطوله اللي هي مهمه جدا في التوقيت ده للنادي الاهلي. لا والله الغريب ان احنا نقعد، كان غريب على النادي الاهلي ان احنا هنقعد 10 سنين ما بنجمعش البطولتين مع بعض. احنا طول عمر النادي الاهلي دوت رمز للكفاح والاخاء والبطولات، ما عندناش مستحيل، بؤجه واحده، جماهير، روابط، جمهور قديم، اداره نادي، سياسات محطوطه من قديم الازل بنساعد عليها حتى لو في اختلاف فكري، ولكن في الاخر بنحط كلنا مصلحه النادي الاهلي وبنمشي وراها، بنكبر اي مسؤول في النادي الاهلي وبنفضل وراه، اي مدرب بنفضل وراه. كابتن حسام البدري يستاهل كل اللي عمله، راجل محقق دوري ومحقق كاس، وصل عامل ماتشات جامده في البطوله العربيه، سينا فاينل في افريقيا، كسبان الزمالك رايح جاي، دوري بدون هزيمه. لو حد تاني كان وكان يعني معانا مارتن يول وكان معانا واسماء عاليه، ورغم كده ما حققش اللي حققه كابتن حسام، ورغم كده في ناس بتهاجم وفي ناس بتتكلم، ولكن هو الراجل اشتغل وادى في الملعب. احنا جايين نفرح، هنتكلم في ده في جزء بسيط، لكن جايين نفرح طبعا. اللي يتكلم يتكلم، احنا اهم حاجه التاريخ بيكتب، وانا قلت كده في البدايه التاريخ كتب 2017 الاهلي حصد الثنائيه، وناس كتير زعلانه، في البعض وهم اقليه عايزين يفرضوا رايهم على الجميع، اتكلمت في ده من شويه، ولكن جايين نفرح في الاول طبعا، جايين نحتفل. بس عايز اقول لك عملت ايه لما هدف عمرو جمال الاول احرزه والهدف الثاني اللي جابه احمد. والله احنا بنحس يعني زي ما تقول في كنت بتاع كده في حلقه وصل بيننا وبين لعيبه الاهلي في الملعب، وهي الكوره بتبقى رايحه بنحس كده بقول هي دي رايحه فعلا، وهي رايحه بننفعل مع الكوره وبنطلع معاها وبنتحرك من مكاننا، لان هم انتوا عودتونا على كده، عودتونا ان احنا في التلاحم، احنا عودناكم كمان مع كده من زمان ان احنا بنتعايش معاكم، ان انتوا جزء من النادي الاهلي والاهلي بتاعنا وبتاعكم، وان احنا كيان واحد. ولو تفتكر يا كابتن شادي احنا في ايام فتره زمان كنا بنحاول نوصل بنتعايش معاكم في عيد الميلاد في او مناسبات وفي حد ربنا رزقه بولد، في اي مناسبات خاصه باللعيب احنا بنتواجد، بنستنى التمرين ونتكلم معاكم بعد التمرين، نرفع من معنويات اللعيبه واللعيبه اللي بتشجع الاهلي. الله يخليك كابتن. والناس اللي هي حتى بعيد عن الملعب كنا بندوس معاها اكتر. انا مش متعود ان انا يعني اقاطع ضيوفي، لكن عايز اقول شهاده للتاريخ عشان الراجل ده نديله حقه. الله يخليك كابتن. هو بيتكلم على طبيعته. تخيلوا يا جماعه عم حسني في اي لاعب كان عنده عيد ميلاد، ومش في الجيل اللي احنا كمان اللي قبليه كمان اللي كان موجود كان عنده، عارف راصد اعياد الميلاد تلاقيه جايب هدايا للعيبه، فكنا بنستغرب، ولا بيحب ياخد تيشيرت من حد ولا بيحب ياخد حاجه من حد، تلاقيه هو اللي جايب. طب احنا بتعمل كده ليه؟ يقول لك ده محبه، انتوا بتفرحونا فده الحاجه. وعملت كده كتير، وانا مصمم ان انا كنت اقول الكلام ده على الهواء عشان انت راجل محترم بتحب النادي الاهلي باخلاص. كل جمهور الاهلي بلا استثناء بيعمل كده بفضل الله، بس احنا كان بيتسنى لينا بحكم يعني معاشرتنا ليكم في النادي، فكنت باخد تاريخ الميلاد في عدد الاولي في الموسم للمجله في البدايه، وكنت بفضل اتابع كل واحد بحيث ان انا وصلنا فعلا للمحبه بينه وبين بعضينا، ان فعلا كانت لعيبه النادي الاهلي ما فيش ما تحسش ان في غباء من جمهور الاهلي ناحيتها، ما فيش ما تحسش ان في تطرق او تطاول عليها، لان انا لو طولت عليك اكني بتطاول على نفسي. فبقى في عشره ومحبه عاليه جدا لدرجه ان انت لو اتعرض عليك عروض اقوى واغلى من النادي الاهلي كان اللعيب يرفض الماديات ويقبل النادي الاهلي. فان شاء الله الايام دي راجعه، ان شاء الله التلاحم بين جمهور الاهلي ولاعيبته هيبقى على اكمل وجه ان شاء الله. وعجبتني جمله لما تطاول عليك كاني بتطاول على نفسي، حقيقة. الجمله دي مهمه جدا لناس كتير تسمعها، عشان الراجل ده اكيد كلام محترم بيقدر نجوم واي حد بيلبس فانيله النادي الاهلي. محمد ماتش امبارح ليه ظروف خاصه، هقول لك نفس اللي انا قلته لعم وزه، جمهور الاهلي بيتفرج في البيت والمجموعه البسيطه اللي كانت في الاستاد،
فجأة بيجي فيك هدف في توقيت صعب. أنا بكلمك بصراحة، الوقت اتأخر شوية، إحباط، للفرحة بقت فرحتين. أخذ من كلام حضرتك وأنت بتكلم عن حسني، قلت له التاريخ سجل الثنائية، تاريخ امبارح عاد نفسه بحاجتين مشابهتين تماما. اتفضل. آخر ثنائية في 2007 الأهلي بيتغلب من الزمالك 1-0، تعادل 1-1 متعب، بيتغلب 2-1، تريكا في الدقيقة 88 بيتعادل 2-2، بنخش الوقت الإضافي، جمال حمزة بيجيب الجون الثالث في الشوط الأول الإضافي، قاعدين في الاستاد أكتر من 60,000 متفرج أهلاوي، كلنا ثقة إن الأهلي هيجيب الفوز، وأسامة حسني يجيب جونين في دقيقتين في الشوط الرابع. نفس الكلام حصل امبارح بتاع تحقيق الثنائية بعد 10 سنين، المصري بيجيب جون في الدقيقة 102، كلنا ثقة قاعدين في الملعب، عبد الحميد قاعد جنبي، أول ما شاف عمرو جمال على الخط قال لي عمرو جمال هيجيب جون وهنتعادل، قلت له يا رب يا عبد الحميد، وهو يعني ليه صوابق كتير وكل الناس اللي عارفانا وفي الاستاد يعني الحمد لله في حاجه لله. عارف ايه، هناء وشيرين مع بعض في كل حته، احنا بيتنا فبنتكلم براحتنا. احنا انا وعبد الحميد مع بعض من حضانه، مع بعض وبتسافروا، بشوفكم على طول مع بعض، بتسافروا مع بعض. خليني اسالك برضو يا استاذ عبد الحميد، هو مفتقدين الجمهور لما بتروحوا كل الماتشات والتشجيع والغنى والاهلي في وقت المحنه العب يا اهلي، الكلام دوت مفتقدين الكلام ده؟ البرنامج اسمه كره للجماهير، انا بقول الكره من غير جماهير مالهاش ولا طعم ولا اي تاثير، يعني دي حقيقه. احنا بنبقى قاعدين في الاستاد حاسين ان احنا قاعدين، عارف انت بتبقى عامل فرح كبير في مكان كبير قوي ومفيش معازيم. انا مش حاسس يعني حاسس بالماتش، انا مبسوط ان انا بروح، بس في كل عيون الناس اللي ما بتعرفش تيجي، بحس ان هم فعلا ناس عايزه تروح وناس بتكلمك انت تروح ازاي، انت بتعمل ايه، لكن الجماهير بتدي شكل خاص جدا للماتش وللمباراه، بتحس ان انت فعلا مستمتع. لكن انت بتبقى قاعد 20-30 واحد، يعني ماتش امبارح لك ان تتخيل ان عدد افراد الامن والجيش والشرطه وشركه الامن الخاصه اكتر من الجماهير مثلا ب 10 اضعاف. طب هي بتتكلم يعني في ما كملوش 60 واحد هنا، حوالي مثلا 1000 واحد بيأمنوا الماتش عشان 50-60 واحد، واحنا نقدر نأمن ونأمن كويس. انا ما اعرفش ليه احنا ليه متأخرين لحد دلوقتي في حضور الجماهير، وطلعنا قانون لشغب الجماهير وعقوبات الجماهير والكلام من ده، طلعنا قانون من غير حاسب بيه، لكن ما طلعناش قانون. هو مين يفهم القانون؟ ندخل عقول الناس ونتحاور معاهم عشان نبعد عن الكلام ده كله. لو سالنا حد في الشارع او حد من الاولاد اللي بتروح في الماتشات الافريقيه اللي بتبقى بتكت، قلت له هو ايه القانون ده؟ هيقول لك انا ما اعرفش. انت ما شرحتش عشان تسن قوانين وعشان تعاقب الناس، اشرح الناس الاول وفهمها ايه اللي ليها وايه اللي عليها، وبعد كده ابتدي ان انت تعاقبهم. بتشوف الكاس اللي قدامك ده ازاي بعد جاء بعد صعوبه؟ بص، هو كاس غالي جدا، لان هو جاي في وقت يعني صعب جدا، ان انت ناس كتير بتهاجم الجهاز الفني وناس كتير بتهاجم كابتن حسام بدري ابو عبد الله، يعني حبيبنا الراجل جاب بطولتين دوري وكاس بعد 10 سنين، اخر حاجه كان جايبها جوزيه زي ما سرد محمد. شايف ان دي انتصار كبير لينا، وجاي في وقت كمان كويس جدا يدينا دفع قبل ماتش الترجي، تمام. واحنا طبعا طمعانين في افريقيا، يعني احنا الدوري والكاس يعني دي حاجه معتاده علينا، لكن احنا اكتر طمعانين في افريقيا. المكسب امبارح جه في وقت صعب جدا، ان احنا بس احنا برضو زي ما قال عم وزه وزي قال عم حسني، ان احنا قاعدين واثقين ان الاهلي ان شاء الله هيكسب. الاهلي ليه باع كتير في الوقت الضايع، ويمكن حضرتك كنت شاهد على العصر في ماتش الصفاقسه كره ابو تريكه، يعني احنا علينا باع كتير في الوقت الضايع، وكلنا ثقه في الاهلي في اي وقت وفي اي ماتش ان شاء الله نبقى كسبانين دول البطولات باذن الله. موسى، في البدايه عشان السؤال لازم يبقى متكرر عشان الناس تبقى فاهمه صعوبه الموقف، وانا قلت في البدايه لشخصيه الاهلي اللي موجوده هي اللي اديته الافضليه اللي هو يرجع. اللياقه البدنيه عشان برضو نسيت في البدايه، وبعتذر لانيس الشعلاني وهو كابتن ابو العيله وكابتن طارق عبد العزيز عشان نديهم حقهم. الافضليه لعيبه مصر كانت بتقع كتير، لكن الاهلي مكمل وداس، ولو في ماتش كمان هيلعبه، فمعناه ان الجاهزيه افضل. صعوبه الموقف على جماهير الاهلي لما دخل الهدف مرماه وبعد كده جاب هدفين، كمان لما نتكلم على الثنائيه الاهلاويه بعد غياب 10 سنين هتقول ايه؟
في البدايه طبعا يعني انا اصلا وانا داخل ببص على الدوري والكاس كده انا عايز اجري احضنهم اصلا. شعور ما عبد الحميد مسكني اصلا مسكني كده قال لي اهدى طب بعد الحلقه أنا مش عارف أنا مش يعني شعور مش عارف اوصفه يعني مش عارف يعني مش يعني بعد ماتش امبارح الدقيقه الاخيره يعني انا تقريبا كسرت مرجحه ابني يعني عنده سنه ونص كسرت ما اعرفش ايه اللي حصل بس هو لحد قبل ما اجي عمال يقول هي من ما اعرفش يعني ما اعرفش ايه اللي حصل. فرحه غير عاديه فرحه غير عاديه زي ما انت قلت في الاول مثلا ممكن الدماغ مختلفه مش عارف ايه بس كلنا ورا الاهلي ده اللي يخلي الاهلي مختلف. جماهير الاهلي ما بنفهمش حاجه غير ان احنا نكسب ما بنفهمش احنا التاني زي الاخير ما الاهلي اثر في حقنا اللي علمنا الفوز بس وليه ما تقولش ان هو يعني علمنا الطموح وزود شخصيتنا وخلى عندنا كبرياء وعمل لنا يعني عمل لنا حاجه حلوه مش اثر في حقنا. فخور ان انت اهلاوي دي اكتر حاجه فخور فيها بالدنيا. خلي بالك انا بسالك اسئله محدده لان عارفك دماغك لما بتشد في دماغ عشان كده قلت في البدايه دماغه مختلفه لانه بيحب الاهلي كلنا بنحب الاهلي واللي قاعد في البيت بيتفرج علينا واللي في المدرج لكن في ناس بتوصل معاها اللي الاهلي اكله وشربه ودواه صح يا عم حسن شريان الحياه شريان الحياه عم وزه لحظه اللي بيستناه جمهور النادي الاهلي منصه التتويج بعد الموقف وهدينا وانت بقى اتطلب لك الاسعاف في المدرج كتير قوي يا عم وزه وحضرت الدقيقه 90 دي كتير جدا ف مسكت شفت الفرحه بقى اللحظه الاخيره وحسام غالي وحسام عاشور ومتى بيرفعوا الكاس الكاس اللي مهم جدا بالنسبه لنا خصوصا ان احنا ما بنحبش كاهلاويه ان البطوله تغيب عننا كتير. بص يا كابتن اتفضل. من ساعه الماتش ما بدا المصري بيحاول ما يخش فيه جول والاهلي بيحاول ما يخشش فيه جول وتيجي الظروف تدي لحد الوقت الاضافي وكوره متشاطه من عند ربنا كده وراحت لابسه. طب انت هتعمل ايه بقى؟ الاحباط اللي في الدنيا نزل في قلبي بس اقسم بالله كابتن شادي انا بعد ما جيت جول وحياه ربنا قلت هنتعادل وهنكسب ولذلك يمكن ما جاتليش الاسعاف النوادي بعد ما جه الجول ده كنا قاعدين وبنضحك وبنهزر وزي الفل. الاصرار بتاعت لاعيبتك واللياقه البدنيه اللي عندهم اللي تخليهم يلعبوا 120 دقيقه والفرقه الثانيه كل شويه واحد يقع عند السنتر واحد يقف عند خشبه الجول واحد يقع مش عارف عايزين الماتش يخلص باي شكل بالجول اللي جابوه. فانت لياقه لاعيبتك التعليمات اللي واخدينها التكتيك اللي بيلعبوا بيه الكور والعرضيات اللي عماله تتعمل من الشمال واليمين ادتك ثقه بان انت يعني هتتعادل وهتكسب ان ما كانش بجون تعادل وبعدين ضربات جزاء كنت هتكسب زي ما كسبنا. فكانت فرحه ملهاش حل دي خلتني بقول لك نطيت من على الكرسي وانا ما بقول ما بقدرش اقوم والله العظيم نطيت من على الكرسي لولا الواد رامي مسكني كنت نزلت على الكرسي. انتوا حافظين بعض في المدرج؟ اه طبعا احنا عمر تاني يا كابتن شادي عمر انا عندي 70 سنه ربنا يديك الصحه 70 سنه ورا النادي الاهلي يعني من وانا عندي 10 سنين بسافر ورا الاهلي في كل حته ما فيش ماتش ما بقدرش اروح. ماتش امبارح انت عشان تروح ماتش كوره تروح الساعه كام؟ في مصر؟ اه قبلها ب8 ساعات. حلو قوي. انت عارف انا كنت في برج العرب الساعه كام؟ كام؟ الساعه 10 الصبح. بتعمل ايه من 10 الصبح؟ واقف قدام الاستاد عشان اخش. ايه صح. انا خارج من بيتنا 8 وصلت عند بقى 10 الصبح مفيش جماهير. الساعه 8 مفيش جماهير. دخلت الساعه كام الاستاد؟ دخلت حوالي الساعه 12 ونص واحدة. وليه بتعمل كده؟ مش هخش بعد كده لان ثلاث ارباع الناس اللي سافرت من مصر اسكندريه امبارح في ناس منهم ما دخلتش ورجعت تاني على بيوتها وفي ناس اتفرجت في الكافتريات اللي قدام مننا من ضمنهم محمد جابر وعبد الحليم. طب ده كلام يعني يمكن الواحد لو كان بعيد عن الملعب كان مات لو دخل فينا الجون ده
انما ست ربنا انت قاعد شايف وشايف جاي مسافر وعايز واسمي موجود في الكشف ولا اسمك موجود في الكشف وفي الاخر ما تدخلش عشان انت دي حاجه بتحبها وما تعرفش تدخل وقطع المسافه دي كلها. ده اكيد حبا في النادي الاهلي، ثانيا عايز ابقى ورا فرقتي وملتزم بالتعليمات وما تدخلش. ما تدخلش ليه؟ هي دي فكرتنا. ما تقوليش لا بالظبط. ليه؟ لان انا اسمي في الكشف موجود زي ما عم موزه بيقول، او اسمك في الكشف موجود تدخل، فما تدخلش. دي بتبقى صعبه عليك وانت اهلاوي وبتسافر ومتعود تسافر ورا النادي الاهلي. عم حسني هكلمك في حاجه في الماتش. لبعض الوقت فقدنا روح الفانيلا الحمراء، عشان نتكلم بصراحه فنيا، واحنا هنا زي ما بنقول الكويس لازم نقول بعض الحاجات، لكن مجرد ما الروح بتبقى موجوده اللي هي متورثه في الاجيال كلها، روح الفانيلا الحمراء، بنراهن على الاهلي اللي هو هيكسب. طبعا الكلام اللي انا قلته ده كان موجود في الاخر، الروح كانت موجوده بعد ما جاب فيك الهدف. اه طبعا انا حسينها. وانا بقول لك اهم يعني اجمل حاجه في البطولتين دول شكل اللعيبه مع بعض، فرحه اللعيبه مع بعض. حسام ماشي تحس انه ماشي، عمرو جمال ماشي تحس هو ده النادي الاهلي. ناس بتشتغل ما بتطلعش تبهدل لعيبتها، ما بتطلعش تقطع في لعيبتها، ما تسمعلهمش صوت، بيشتغلوا محققين كل حاجه، كل البطولات افريقيا. يعني انا مش هشوف الفتره دي اكبر انجازات الالعاب الجماعيه كلها، اكبر على ما اسمع المنشآت جوه النادي حاجه جميله جدا. جمعنا ما بين ده وده، جمعنا ما بين خدمه نادي واعضاء، وده اول مره، وتجمع ما بين البطولات الجماعيه ولاعيبه وبدون دردشه، يعني دوشه كبيره. وفي نفس الوقت اكبر فائض ميزانيه على مستوى الانديه، فكر استثماري عالي جدا. راجل الناس كلها، اداره النادي الاهلي، الجهاز التدريبي، جمهور الاهلي، احنا في النادي الاهلي ما بنقبلش الاسم على اثنين. طب عم حسني، في البعض هيبقى زعلان من كلامك قوي وهيقول عليك اللي انت كلام مش لطيف، يعني بعد ما بتقول الكلام ده زي ما بيحصل معايا وبيحصل معاكم. احنا في النادي انت عارف لا الناس كلها، احنا كلنا عارفين بعض. وفي النادي الاهلي ما عندناش. طب الحمد لله اللي انت رايك من راينا. اه ما عندناش. بيخدم النادي الاهلي، بيشجع الاهلي، بقالك كام سنه بتشجع الاهلي؟ انا بشجع الاهلي من وانا عندي 12 سنه، عندي 48 سنه. يعني بتتكلم دلوقتي 36 سنه. اه لا وبنروح بتشجع الاهلي. اه وبنروح. طب الحمد لله اللي انت رايك من راينا، عشان لما بنقول كده للناس بيجي يقول لك يا عم انت عارف انت فكره الثوره وبتنافق السلطه اي انفاق. انا بقول لك النهارده جميع الالعاب الجماعيه، انا ماليش دعوه، ماليش في قصص الادارات والكلام ده كله. بس انا حبا في النادي الاهلي، وعشان ما حدش يصطاد في ميه العكره، والنادي دوت انا بحبه، بحافظ على الكيان، بحافظ على النجاح اللي انا وصلت فيه. لما النادي دوت حقق لي النهارده جميع الالعاب، البطولات الجماعيه، وحقق لي بطوله الدوري، وبيجيب لي لعيبه المميزه واللي بتطلب، وبيجيب لعيبه بمبالغ عاليه وبيبيعها بمبالغ اعلى، وعامل استثمارات عاليه، وجايب عقد رعايه عالي جدا. النادي الاهلي ما بيستلنش من حد، مش مستني فلوس من حد. النادي الاهلي قوه ماليه كبيره جدا. في تغيير. اسكان احنا كنا زمان ممكن ناخد بطوله او بطوله ثانيه ونتكلم ويبقى الاناشيد كبيره. انا ما بجيبش شخص، انا بقول اداره كتيب جماعي، كجهاز تدريبي، كله بيشتغل لمصلحه كله. اشتغل كله، اشتغل كله، يحب النادي الاهلي، لان احنا اتعودنا كده. احنا كلنا في الاخر في عالم كده وشعار النادي الاهلي، كلنا ما بقول لك ما بنقبلش الاسم على اثنين. برافو عليك. خليني اتكلم مع محمد حسني ابن عم حسني. باباك ليه كلمه في المدرج سنين طويله، بياخدك الاستاد انا عارف من وانت صغير بشكل كبير، وانا عارف كمان ان انت اهلاوي صغير في السن بس متعصب شويه، صح ولا ايه؟ خليني ابارك لك على الكاس والدوري. مرحب بك يا كابتن شادي، والاهلي ببارك للاهلي وجماهيره، والاهلي على طول ما عرفنا ان احنا بنكسب على طول. بابا علمك اغاني في التشجيع ولا لا؟ علمك؟ طب قول لنا حاجه نبتدي بيك كده في البدايه. حافظ ايه الاغاني من جماهير النادي الاهلي؟ تلتة شمال. قولها لي يلا بصوت عالي، عايز اسمعها منك، عشان دي الاغنيه دي لما بتتقال اللعيبه بتبذل مجهود جبار لما بتسمعها من جمهور النادي الاهلي، وخصوصا جروب اولترس اهلاوي. اتفضل يلا سمعنا. فوق فوق الاهلي طول عمره، فوق دايما معاه روحنا فداه،
في اي مكان بنروح ورا من تلتا شمال بنهز الجبال وباعلى صوت دايما بنشجع الابطال فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرضه قليل اوه 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 انا بحييك وعايز اقول لك على حاجه من وانا دايما بقول على جماهير الاهلي كده وهي دي الحقيقه اللي لازم يستحقوها اصغر ما في جمهور الاهلي راجل بيحفظ الاغاني وتلاقيه ورا فرقته وتلاقيه بيضغط على البيت يعني عم حسني تلاقيه بيضغط عليك عشان يروح الاستاد بتعمل كده مع بابا بتقول له ايه بابا انا عايز اروح الاستاد عشان اتفرج على الاهلي واشجعه واسنده في الماتش خفت على ماتش امبارح كان عندك احساس زي كل الاهلاويه ان الاهلي هيرجع وان شاء الله يحقق لنا الكاس متاكد ليه ايه اللي جاب لك الاحساس ده كانت الاهلي بدا يلعب بعد ما الجون بعد ما عبد الله بيكا جاب جون الاهلي بدا يلعب حلو وبدا ياخد فاولات وبدا يلعب حلو ولما جه الفاول عمرو جمال جاب جون حسيت ان الاهلي هيجيب الثاني وهيكسب ده انت كمان حافظ اللعيبه وحافظ وقال لك الفاولات المؤثره كابتن الجيل اللي طالع كله بيتكلم في الكوره كويس جدا لا احنا عندنا على الناس في النادي الاهلي كلنا بنحب بعضينا زي ما قلنا وهم لامسين الكلام ده حتى جميل قديم بنتواصل مع بعض وجداد بنتواصل مع بعض حتى الواد وهم صغيرين بيبقى حاجه اساسيه في البيت بيشارك معانا سله طايره يد النادي الاهلي ده حتى بتحب تحفزه او حاجه بيحبها يعني كان بيتعلمه زمان كلمه اهلي قبل بابا اي حاجه برافو عليك يا حسني وعشان كده انت هتلاقي في غيره هنا اكيد ولادكم وهتلاقيهم زعلانين دلوقتي انا عارف اللي هم كمان حافظين اغاني ولا ايه يا موسى يعني ياسين عنده يعني ان شاء الله كمان شهرين يتم سنتين ربنا يخليهم اول ما بيشوفني راجع من اي ماتش او من اي حاجه انا اكتريت تيشرتاتي مثلا عندي بتاع 30 تيشرت اهلي فكل لبس تيشرتات الاهلي فيجي يشوف اول ما افتح الباب يجري عليا يشوف بابا اهلي كوره جون شيرين بنتي عندها 10 سنين امبارح اول ما الجون جبت على المصري اتصلت بيا على الموبايل بابا ينفع كده قلت لها معلش يا حبيبتي قالت لي ان شاء الله هنجيب جونين في الشوط الرابع قلت لها ان شاء الله يا شيرين هنكسب واول ما الماتش خلص اتصلت بيها وباركت لها كانت طايره من الفرحه مش عايز اقول لك اما رجعت البيت على الحب وعلى الفرحه وعلى القم يعني ما ناموش الا لما رجعت ايه اللي خلاك ارتبطت بالاهلي؟ لا ده الاهلي ده قصه كبيره احنا قول لي اهم الحاجات اللي خليتك ترتبط بالنادي الاهلي اهم الحاجات ان انا وانا عندي انا مواليد 80 فالاهلي طبعا من فتره الثمانينات واول التسعينات دي كان مكتسح كل البطولات فحب الاهلي اتولد الوالد طبعا اهلاوي بالفطره العيله كلها اهلاويه ما عندناش حد زملكاوي من واحنا صغيرين احنا من واحنا عندنا 7-8 سنين واحنا في المدرسه كان نجم النادي الاهلي كابتن محمد عبد الجليل من المنطقه عندنا كان ساكن جنبنا بعدينا في شارع فكابتن محمد عبد الجليل كان نجم في النادي الاهلي قبل ما ينتقل ويكمل باقي مسيرته فكنا نروح على طول واحنا في ابتدائي واعدادي عند البيت عنده وينزل يا جلجل ونشجع جلجل ارتبطنا ارتباط وثيق بالنادي الاهلي رحنا ورا النادي الاهلي في كل حته الروح بتاعت النادي الاهلي اللي حضرتك كنت بتكلم عن حسني فيها هاخد بس من كلمه الروح دي الصور المنتشره على السوشيال ميديا امبارح بتاعت الكابتن علي معلول علي معلول مش مصري مش اهلاوي مش ابن النادي الاهلي ما كانش مثلا بيلعب في نادي في مصر فعارف النادي الاهلي ونفسه انه يروح النادي الاهلي لعيب جاي من بلد ثانيه ما يعرفش كتير عن النادي الاهلي غير ان هو بطل افريقيا نادي كبير جه النادي الاهلي قمه الروح وقمه الغل بالفرحه والفوز امبارح بعد ما جاب الجون عنده دي تعرف اي حد يعني ايه النادي الاهلي اي لاعب بيجي النادي الاهلي بيشرب النادي الاهلي بيشرب حب النادي الاهلي بيشرب ان النادي الاهلي لازم هيفوز ان احنا زي ما الحاج وزه وعم حسني قالوا المركز الثاني عندنا زي الاخير ملوش اي لازمه احنا مش الاهلي الاهلي المركز الاول ما بنبصش غير على البطوله دوري كاس افريقيا اي بطوله نشارك فيها احنا المركز الاول استاذ عبد الحميد بتحب الاهلي ليه؟ اصلا من عيله اهلاويه ووالدتي الله يرحمها كانت اهلاويه واخواتي وكان ساعه الماتش منين انت منين؟ انا اصلا حاليا انا اصلا من المطريه
مولود في المطريه، خلي بالك اهلاويه يعني في وشي فعلا زي ما كان العماره اللي في وشي عبد الجليل اجداد زي امبابا والعباسيه وكل الناس، مش عايز انسى حد، السيده زينب، خلي بالك في معاقل اهلاويه كبيره يعني. هي مصر كلها اهلاويه، فكنا مصر كلها اهلاويه والله، الباقي كله فكنا ساعه الماتش يجي نقعد كلنا، كان بيجي 3 الا ربع زمان او 2 ونص ساعه يعني، كان طبعا مرتبط ان الاذان يجي فيجي بعديها جول يقلب قبل المدرسه. المدرسه كانت جنب البيت فعلا، وكان يقعد اخواتي البنات ووالدتي ونقرا قران والاهلي جون من زمان يعني، انا الاهلي يعني مرتبطين بيه، لدرجه ان احنا في مره انا ومحمد كان عندنا امتحان في اولى اعدادي او ثانيه اعدادي، احنا كان الاهلي بيلعب المحله في الكاس في استاد الجبل الاخضر، سيبنا الامتحان ورحنا يعني في نص الوقت كده خرجنا رحنا عشان نتفرج على الماتش، فاحنا مرتبطين بالاهلي من زمان. لا يعني حاجه تشرف يعني، حاجه سر الارتباط بالاهلي. الاهلي اسم كبير قوي، واحنا شفنا معاه افراح كتيره، وبعدين تحس ان هو مش نادي، تحس ان هو فعلا قال ده كيان يعني، اعظم نادي في الكون يعني، تحبه وتشجعه مهما يكون يعني. حتى محمد قال ان احنا بمركز اول، لا لما كان بيبقى في بعض الاخفاقات احنا ورا الاهلي وننزل ونقول احنا اهلاويه ونفتخر، لان احنا ما تعودناش ان الاهلي يخسر بطوله، لكن لما الاهلي يخسر بطوله ما ينفعش اطلع اللي هو يعني ايه الشخص الثاني اللي جوايا، ان انا عشان متعود على طول على المكسب اول ما يبقى في اي انتكاسه. انا بشوف ناس من مش من بطوله، من هزيمه في ماتش، الاقي الناس سايره جدا، والاقي الناس بتقلب مش هتيفه، لا انت لازم تشجع الكيان، عشان الكيان ده هو بالفعل من واحنا صغيرين ده كان شريان حياتنا يعني. احنا الاهلي الاتموسفير بتاعنا في اليوم، الاهلي يكسب كل حاجه زي الفل، كل حاجه عندنا تمام، الاهلي في اي انتكاسه لا تلاقي الدنيا كلها معانا مظلمه، ومفيش اي حاجه تخلينا تفرحنا غير الاهلي، هو ده بتاعنا. الاهلي يا موسى لما بيكسب بيغير مودك في البيت تماما 180 درجه، بمعنى مش شويه، بمعنى يعني الاهلي لما يكسب مودي يعني مختلف تماما يعني، مش سعيد جدا من الاهلي، ده حاجه تانية يعني، اجيال بتسلم جيل يعني، زي ما حضرتك شايف عم حسني ومحمد ربنا يخليه، ده حقيقه. والدي الله يرحمه كان بياخدني مثلا من المدرسه من في بعد الحصه الخامسه عشان اروح ماتش مثلا الاهلي والترسانه وانا في ابتدائي، كان فعلا اجيال بتسلم اجيال، ده يعني حاجه يعني بطريقه غير عاديه. الاهلي في حاجه اللي هو في جاذبيه غير عاديه، زي ما محمد قال. ايه الجاذبيه في النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ الجاذبيه الروح يعني، زي ما عم حسني قال، مش عارف في ممكن مثلا اختلف معاه في حاجات، بنختلف على حاجات بس ما بنختلفش على الاهلي، كله مصلحه الاهلي فين، كل واحد واقف وراه بطريقته، عمري ما اختلف معاه. ده موجود دلوقتي؟ نتكلم انت ضيف وانا بسالك، ولا مجهز معاك اي حاجه والحوار جابنا بعض بنسبه كبيره. يعني بنسبه كبيره بنشوف اللي بيختلفوا ومش حاطين الكيان قدام عينيهم بيختلفوا ليه؟ اكيد في مصالح يعني، اكيد في ناس شايف ده، اكيد يعني، اكيد في مصالح يعني، بس الاغلبيه والاهلاويه اللي بجد، كواحد محب للنادي الاهلي زي ملايين بتحب النادي الاهلي، بتتعامل مع الكلام ده ازاي عشان تحمي ناديك؟ لا بتعامل بعصبيه، يعني ما بهزرش يعني، يعني ممكن اخسر اصلا اي حد قصاد الاهلي. قصاد الاهلي يعني ما بهزرش في هو طبعا غلط، بس ما يعني ما. طيب بيتغنى اغنيه عظيمه حبيناها كلنا غير ثالثه شمال، على الحلوه والمره معاه. بتشوف الاغنيه دي ازاي مع انها ملخصة الدنيا في حب النادي الأهلي يعني؟ أنا فاهم، أنا بقول كويس وأنتوا فاهمين أنا بقول كويس، لكن على الحلوة والمرة معاه. هو اللي بيحب أي حد يعني، اللي بيحب مراته جدا، الست اللي بتحب جوزها جدا، بطريقة على الحلوة والمرة معاه يعني، اللي بيحب النادي الأهلي على الحلوة والمرة معاه، اللي بيحب حاجة، اللي بيحب بلده. شكلك بتخاف في البيت ولا مش كده؟ شفت نقلنا نقلة ثانية؟ لا اللي بيحب بلده على مستحملنا، خلي بالك برضه. اللي بيحب بلده بيبقى على الحلوة والمرة ورا بلده يعني، اللي بيحب حاجة جدا مش على الحلوة بس، على الحلوة بس ده يبقى مصلحته. صح. طيب هستأذنكم هنطلع فاصل سريع، وبعدها في تقرير وارجع استكمل حواري مع نجومي في الاستوديو رجالة النادي الأهلي.
أن تكون أهلاويا فهذا حظك السعيد الذي يضمن لك السعادة طوال الوقت، فستعيش راضيا أغلبه حتى عند الهزيمة التي نادرا أن تقع. لن تحزن لأن الفريق أدى ما عليه واللاعبون لم يقصروا. الفوز بكأس مصر يعيد للأذهان السؤال الصعب: لماذا نعشق الأهلي؟ والجواب: نعشق الأهلي لأنه أسلوب حياة، كيان عظيم ومبادئ تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. نعشق الأهلي لأنه مدرسة تعلم محبيه وجماهيره العريضة في كل مكان معنى الحياة منتصرا طوال الوقت. نعشق الأهلي لأنه يعلمنا كيف نحلم ونحول الحلم إلى واقع. فمن شاهد الدقائق الأخيرة من نهائي كأس مصر فعليه أن يعتبر كثيرا، فلا يمكن أن تأمن روح الفانيلة الحمراء التي حولت تأخر الفريق بهدف حتى 116 دقيقة من عمر اللقاء إلى فوز مستحق أسعد عشاق النادي الكبير ليقضوا ليلة سعيدة جديدة. روح الفانيلة الحمراء التي ساهمت في تعادل الأهلي برأسية عمرو جمال، استطاع حسام البدري المدير الفني أن يعالج إهدار الفرص بتبديلاته التي زادت فاعلية الفريق الهجومية. ثم تأتي اللحظات الأخيرة القاتلة التي احترف الأهلي وروح لاعبيه اللعب خلالها، ليحرز أحمد فتحي هدفا ولا أروع ليتوج نادي القرن بلقب جديد ويسعد عشاقه وجماهيره. هذا هو الأهلي يا سادة، كبيرا 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 ببطولاته وإنجازاته وقيمه ومبادئه، وكبيرا بلوائحه التي يصر البعض على التدخل في صناعتها بدلا من أن يتعلموا الدرس منه ويسعوا لصنع مؤسسة أخرى تنافسه في النجاح. ولكن يبقى الأهلي فوق الجميع. الانتصارات والبطولات، وببقى سعيد من اكتر الحلقات اللي ببقى سعيد فيها ما يبقى معايا جماهير النادي الاهلي. قبل كده كنا بنجيب عم حسين وعم حربي وجزره وناس كتير جدا، دي اسماء مهمه في التشجيع في النادي الاهلي، وبنحترم وجهه نظر اللي مش عايز يحضر معانا،
لكن كلنا هدفنا الكيان وبنحب النادي الاهلي وبنعشقه وهو منتصر وبنحبه وهو على منصه التتويج. عم وزة في الفاصل كنت قلت لي عايز اقول حاجه على جيلبرتو، وانا قلت قبل كده في برنامج ما حدش يقول لي حاجه بالفاصل لان هقول على الهوا. لا اصل انت عمال بتسال موسى وبسالت عبد الحميد وسالت جابر ايه الحب ده وايه اللي مسك متمسكين قوي بالاهلي ليه؟ هدي لك مثل على لعيب مش من مصر. جيلبرتو. جيلبرتو لعيب افريقي وجه النادي الاهلي. اتصاب. النادي الاهلي بعد سفره كان عنده وتر اكيلس ووداه البرتغال. وداه البرتغال وتعالج وجه. وصرف النادي الاهلي كتير. لما جه منتخب بلده يطلبه عشان يرجع يلعب مع منتخب بلده اللي هو جانا منها. اشترط عليهم ان هم يدفعوا للنادي الاهلي تكاليف علاجه لان حصل. هو لما اتصاب اصاب عندهم. حصل. يدفعوا للنادي الاهلي التكاليف ونرجع. وده مش من مصر. بس دخل مدرسه النادي الاهلي. اتعلم مبادئ النادي الاهلي. اتعلم حب النادي الاهلي. وهو مش ابن البلد. عشان كده جمهور النادي الاهلي النهارده بيحس ان هو واحد مننا. طبعا. لما بيجي مصر بيبقى كله عايز يرحب بيه وكلامك مظبوط 100%. فدي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الناس تعشق النادي الاهلي. ده عشق النادي الاهلي الحقيقي. انا اللي علمني ان انا ابقى اهلاوي كابتن صالح الله يرحمه. الله يرحمه. كنت زمان وانا صغير كل ما اسمع في ما كانش في تلفزيون الراديو يقول لك الكابتن صالح طلع يستلم الكاس، الكابتن صالح طلع يستلم بطوله الدوري، الكابتن صالح مش عارف، لقيت كل ما يتكلموا يقولوا صالح سليم بيستلم الكاس، صالح سليم بتاخد بطوله، عمل لي جنان في عقلي وانا صغير. بقيت اروح النادي كانت تذكره بشيلن، تذكره كانت بشيلن، كنت بروح احوش واجي يوم الماتش اروح خالع على الماتش هناك ويتفرج بقى ان انت هتشوف الكابتن صالح وسعيد ابو النور وعتاوله اتفرج على عتاوله طه اسماعيل والشربيني والجوهري وعبد الحميد ابو غيده جمع هنا. ابو غيده لما كان بيلاقي لعيب من عندنا يتصاب زي ما صاب لعيب من عندنا كان بيطلع كان ياخده الدماغ هي يروح منزل واحد من عندهم زمان ابو غيده الفلسطيني وبرضه مش اهلاوي ومش بلدنا مش بلد. فحب الاهلي ده بيتوصل. بس انت عملت حاجه غريبه كده انا عارفها عصفوره قالت لي هو في حد يسيب فرح ابنه عشان يتفرج على النادي الاهلي؟ وانا لو قعدت هيتجوز ولو ما قعدتش مش هيتجوز. بس ده ابنك. لو اعمل له ايه؟ رحت واتفرجت على الماتش والاهلي كسب واتبسطت وجيت فرحت واول ما دخلت المباراه رحت داخل راقص. انت عارف ليه انا قلت لك ليه؟ عشان اقول للناس قد ايه اللي النادي الاهلي بالنسبه لناس كتير مش لعب موزه نفس الفكره. اقول لك يا كابتن شادي بيقول لك ساب فرح ابنه وراح يتفرج على ماتش الاهلي. بس خلينا عشان بالترتيب اللي احنا ماشيين بيه. اتفضل. عم حسني كان عايز يعلق على حاجه من كلام موسى. انت قلت لي في كلام انا عايز انت بقى. يعني برضه من في نفس السياق اللي هو بتحب الاهلي ليه والناس والمحبه. النادي الاهلي ده نادي التتش الثوره نادي الشعب صالح سليم كره ذهب نادي الوطنيه خطيب مارادونا النيل جزمه فضه وجزمه ذهب تاريخ وارقام وبطولات حاجه كده تحب لوحديها. بس احنا اتعلمنا في النادي الاهلي انا واحد من الناس يعني ممكن اختلف مع بعض الناس القائمين على النادي الاهلي فتره من الفترات وكنت بوزيشن في التشجيع والمدرج كله معاك. انا كنت بشجع النادي الاهلي فلان حمراء ماليش دعوه باي حد وممكن عارف ان النجاح والتشجيع بتبذل قصاره جهد حد مختلف 90 90 دقيقه وهينسب الفضل ده لاداره معينه او حد معين ولكن في الاخر هو نادي الاهلي الاهلي طبعا بتشجع النادي الاهلي لان المكسب للنادي الاهلي. اختلف براحتك اختلف مع اللعيب انزل اتكلم معاه عند النادي الاهلي في بيتنا في التمرين انما مش انا ما تعودتش ازاي اشجعك
اي انفصام شخصيه، ده اشجعك في يوم واجي يوم تاني اشتمك او انزل عايز اضربك. طب ما ده موجود احنا مطرب. لا ده لا لا مش بتاعنا ده، ومش هيبقى بتاعنا سببه المضرب. مش هنسمح بيه تاني، لان الكلام ده ما ينفعش. النادي الاهلي، لان اللي بيحب النادي الاهلي يعني هو اصل الحب ده يتجزا. يعني ايه بتحب وارجع اضرب واقصر؟ لا ده لعيب انا مرتبط. انا مش حابب حته الانتقالات الداخليه دي، لان من ساعه ما عملت كنت بشجع، يعني بشجع بقلب جامد ب 100%، بشجع ب 80% اللعيب ممكن اشجعه وبعد كده يروح ايه بره ويبعد عني، انما على طول كان حضن ودني وبتاع. فانا ازاي بتربي معاك وبطلعك، ولازم حتى لما يكون انت البوزيشن بتاعك او المستوى بتاعك نازل، من دوري ان انا اقومك، من دوري ان انا اشجعك، من دوري ان انا ارفع منك. لو انت لما تكون كويس اهتف لك، ولما الفرقه تريح شويه تخلى عنك. لا ما تعودنيش على كده. في النادي الاهلي بعدين في كان زمان مقوله تيجي مثلا تتكلم يقول لك يا عم انت النادي الاهلي مستقر، وممكن كان ما كناش بناخد بطولات بالحجم ده. طب انا عايز اعرف اللي بيتكلم دلوقتي في اي صالح وصالح مين؟ انا باخد بطولات افريقيا، بطولات سله، بطولات افريقيا كمان كوره وهاندبول ودوري وكاس وبدون هزيمه. طب كنا بنقول حتى لما انا اخش اغير او اخش اعمل ايه الاخطاء، فين الجديد؟ حتى انا بشارك بروح العضو، حتى ايه الجديد او ايه يعني القصور اللي ممكن اغير فكر او عايز اغير الترابيزه. واحنا زمان لما كان حد بيتكلم وكان بيبقى فيه اخطاء وبيبقى فيه مشاكل يقول لك ايه ده نزل بالبروجيت عن النادي الاهلي، يبقى بعيد وما بيعملش مشاكل، وساعه الانتخابات بس تلاقيه، وده حقه. وبنطلب برضو من اي حد شاف يعني هينزل، زي ما اتعودنا في النادي الاهلي ينزل ساعه الانتخابات. انما قبل تجهيز قبل الانتخابات تفتيت عظام للنادي الاهلي، تكسير في ادارات، وبعد كده تتكلم يقول لك ده صاحب مصلحه. مع ده احنا ما كناش بنقول للناس كده، ما فيش صاحب مصلحه، كنا بنشجع صاحب الاهلي. نشجع النادي الاهلي، الاهلي ده بتاعنا كلنا. كنت مره في انت حضرت مره معانا، كان في كابتن ثابت. هرجع لك بس معايا تليفون مهم جدا من اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اكيد برحب بحضرتك وبقول لك الف الف مبروك، وبشكرك على اللي انا شفته قدام عينيا، المجهود المبذول داخل استاد برج العرب امبارح. سياده اللواء برحب بحضرتك مره ثانيه والف الف مبروك. اهلا بيك كابتن شادي، ومبروك لينا كلنا، ومبروك للجمهور الاهلي ومجلس ادارته والناس الجميله اللي قاعده قدامك اصدقائي، وبالذات الحاج ويزر اللي هرب من صاحبنا عشان خاطر يروح يحضر المباراه. لا الحاج ويزر ده اصله حكايه لوحده. انا عارف قبلها بثلاث ايام بيجي يقف قدام باب المكتب وابقى خايف تجي له ازمه ولا حاجه، لو قلت له مفيش مكان ببقى خايف جدا. يعني اول واحد ببقى عامل حسابه في اي حاجه، ربنا يخليه يعني يديله الصحه ان شاء الله. سياده اللواء اكيد ببارك لك على الثنائيه. الناس شايفه اللي كان فيه تنظيم، وعايز اكلم حضرتك على قصه الدخول امبارح عشان الناس برضو بتحاول تحط النادي الاهلي في جمله مفيده، لكن اللي بينظم المباراه كان اتحاد كره القدم. بنتكلم على 30 من هنا و30 من هنا، الكشوفات تتشاف اكتر من 6-7 مرات، ناس اساميها في الكشوف ما تدخلش المباراه. بتشوف الكلام ده ازاي يا سياده اللواء؟ يعني شوف حضرتك انت، يعني هو احنا اتجمعنا بالصدفه انت انا وحضرتك على الباب الخارجي للاستاد، وبعدين انا اتفاجئت انه كابتن شادي اسمه مش في الكشف. اعتقد ان كابتن شادي او كل لعيبه النادي الاهلي القدامى مش محتاجين كشف، او لعيبه النادي المصري او الزمالك او اي لعيبه في مصر يعني مش محتاجين كشف. ويعني بس انا طبعا بحسدك على يعني هدوء اعصابك واحنا واقفين بره ولغايه ما دخلنا، فانت شفت القصه من بره. شفت. يعني ما ينفعش يبقى في ست سدادات ورا بعض بمسافه 20 متر وكل واحد عايز في الكشف بطاقتك على الامن او الدخول. انا لا اعترض على الاجراءات، احنا ناس بنتبع النظام، لكن في نظام برضو بيبقى فيه شيء زياده قوي، ان انا ست حواجز ورا بعض كل واحد عايز يشوف البطاقه ويفتش عربيه. حاضر شوف البطاقه وفتش عربيه وشوف الكشف، انا مش معترض، لكن بس مش كده. يعني ما بقاش رئيس مجلس اداره النادي الاهلي انا في عربيه واقف العربيه اللي ورايا عشان انا وهو نخش مدير تنفيذي للنادي ورئيس مجلس اداره وعلى مجلس اداره النادي في العربيتين ونص ساعه و45 دقيقه 60 نفر. الاستاد كله فيه 60 مش عارفين نخش، مش عارفين نخش. لا يعني ده واحد. نمره اثنين لازم ناس تفهم، عشان في ناس امبارح يعني في ناس كان الواقع انا مش عايز احكيها ومش عايز اقول مين، لكن كان في ناس زي ما حضرتك بتقول ذو حساسيه، يعني ذو وضع خاص في المجتمع طبعا، واحد او اثنين. وبعدين اتفاجئت ان هم بيقولوا النادي الاهلي ودوله النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بينظم ولا ليه علاقه بالابواب ولا ليه علاقه بالكشوفات ولا ليه علاقه باي حاجه خالص في المباراه دي، كل ده يخص اتحاد الكوره
واتفاقات بينه وبين الامن وبين هيئه الاستاد هناك. انا كنت بره الموضوع كنادي اهلي، فانا لا الام على اي شيء، واي حد اي معوقات حصلت امبارح النادي الاهلي خارج هذا الكلام تماما. احنا حضرتك الماتشات اللي بيبقى فيها جمهور وبالافات حضرتك عارف كويس قوي، والناس اللي قاعده قدامك احنا بقالنا كام سنه مع بعض، صح؟ اي حاجه فيها دخول من النادي الاهلي فيها تذاكر الدنيا بتبقى منظمه، والناس بتروح هناك بتخش بنظام وبتقعد في مكانها بنظام، عارفين النظام. وعلى فكره النظام ده انا مش عامله، انا جيت النادي الاهلي انا واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، لقينا سيستم جوه النادي كلنا بنخش جواه. اي حد بيخرج بره بيبقى شكله وحش وبيبقى بره المنظومه بتاعتنا. فده سيستم ماشي طول عمره في النادي الاهلي، سواء في المباريات او في اي حاجه، احنا عندنا نظام وبنحترمه ونحترم كل الناس اللي بتيجي مباريات. سيادة اللي هو هاخدك، اكيد كلنا فرحانين بالكاس، اكيد كلنا فرحانين بالدوري العام الثنائيه السنه دي، لكن بطوله افريقيا برضو احنا طماعين زي جمهور النادي الاهلي طول الوقت بنخلص بطوله. النهارده هتلاقي جمهور الاهلي بيقول افريقيا يا اهلي امبارح والله. العامل المساند للفريق، انا عارف اللي حضرتك تواصلته في اجتماعات عشان نزود عدد الجماهير، حضرتك كان ليك تصريح مهم جدا بيقول الجمهور الاهلي اللي هتحضر 20,000. تمام. شوف حضرتك انا بعت الحقيقه طلبت، يعني احنا بعتنا في النهايه طلبنا 40,000، اتوافق لنا على 20، بس ده شيء يعني بالنسبه لي انا بقول للناس بقول للجمهور النادي الاهلي معلش احنا ابتدينا بخمسه وبعدين بقينا 10,000 وبعدين بقينا 15 وبعدين المره دي 20، اذا احنا ماشيين يعني الحمد لله كل ماتش بنزود لانه جماهيرنا اثبتت انها جماهير ملتزمه محترمه بتشجع فرقتها. حضرتك كده شفت الماتشات اللي فاتت لغايه اخر دقيقه الناس واثقه ان احنا هنكسب زي ماتش امبارح. حاج وزه كان ورايا على فكره، ولان ان انا يعني وانت كنت ورايا برضو واحنا قاعدين وشفت ان انا كنت منفعل جدا بتقول احنا هنكسب. طبعا انا يعني انا كنت منفعل لانه انا يعني اتولدت ما عنديش انا حاجه اسمها الاهلي بيتغلب وما عنديش حاجه اسمها المركز الثاني ما بعرفوش يعني. فالحقيقه الناس يعني كانت ملتزمه جدا، لكن حكايه 20,000 انا شايف ان احنا ماشيين في تصاعد يعني، وان شاء الله باذن الله نخلص دوري الثمانيه نوصل دوري اربعه ان شاء الله لغايه ما نوصل النهائي باذن الله. يعني اوعدكم ان الاستاد هيكون مليان ان شاء الله. سياده اللواء مهم جدا اسمع من حضرتك اللي جاي ده عشان نحط جماهيرنا في الصوره دايما وحضرتك قول لنا لو اللي احنا بنقوله غلط قول لنا لا الكلام ده ما بيتقالش. لما نتكلم على مستوى جماهير النادي الاهلي بنفتح مع الاستاذ وليد مهدي، التذاكر بتبقى مع عن طريق الانترنت وفي نظام فيها وفي تذاكر بتروح لكل الجماهير، وعرضنا الصور دي للساده المشاهدين الجماهير موجوده وبتشجع. النقطتين هنا المسؤولين في استاد برج العرب بيقولوا لك على جماهير النادي الاهلي ايه؟ انا اعرف قالوا ايه بس عايز اتاكد كمان من حضرتك، والقيادات الامنيه في اسكندريه لما جماهير الاهلي بتروح استاد برج العرب بيقولوا لك على جماهير النادي الاهلي ايه؟ شوف حضرتك، اولا موضوع التذاكر بتتباع عن طريق الانترنت، يعني انا حضرتك شايف ان احنا يعني بنطور نفسنا، احنا اول نادي عمل القصه دي أو يعني احنا النادي الوحيد اللي عملها دلوقتي. عايز اقول لحضرتك ان انا يعني كنا في رواندا في وكنا في زامبيا في ماتش اخراني، الاستاد مثلا تقدر تقول فيه 15 20 ضابط او عسكري، التذاكر على الانترنت وده طبيعي جدا عندهم، كل واحد دخل قاعد على كرسي بالظبط لغايه قبل المباراه ب 10 دقايق ما كانش حد في الملعب، بعدين فجاه بقى الناس في الملعب. فاحنا مش اقل من اي حد، احنا اللي علمنا كل الناس دي النظام، فاحنا مش اقل. بالنسبه لجمهورنا حضرتك الناس في الاستاد والامن هم بيقولوا ان جمهور الاهلي دلوقتي خلاص ما بقاش حد بيروح عند الاستاد غير معاه كابتن، الناس بتقف وبيلتزموا بالتفتيش وبالدور وبالصف وبالطابور وبيخشوا. الناس في الاستاد هناك قالوا لنا كان قبل كده من فتره يعني كان بيحصل بعض التلفيات في الاستاد، بس الحقيقه ان التلفيات دي بس عشان ابقى برضه واضح وامين، التشجيع بياخد الولاد بالذات الدرجه الموحده فهم انت عارف طريقتهم بيتنططوا وبتاع، لكن الحقيقه ابتدوا غير مقصوده يعني مش مقصود بيها اتلفها بس ابتدوا يفهموا فابتدوا يتنططوا على الاسمنت اللي تحت الكرسي بكل مدى كل التلفيات ما بتقل. وبعدين احنا متعاونين مع الاستاد اي تلفيات الصبح بقى بعرفها بدي تعليمات حضرتك انها تاني يوم تكون المطلوب مننا واصل لهيئه اي استاد احنا بنلعب عليه. يعني اي تلفيات جمهورنا بيعملها احنا بنتحملها، فجمهورنا ساعدنا برضو يعني مش محتاجين ندفع ده ومحتاجين نزود الجمهور، ما
فطول ما هم ملتزمين طول ما احنا ان شاء الله بنقدر ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. بسياده اللواء انا عارف ان انت شغال اليومين دول، بصراحه انا بحييك وما بحبش فكره جندي مجهول، اللي بيشتغل لازم نديله حقه. فكره جندي مجهول دي المفروض ايه؟ زي مثلا حسام عاشور قال لك الجندي المجهول، فحسام عاشور راجل بيلعب مع كل الاجانب. لما نتكلم على المستوى الاداري شغل ولا اروع من حضرتك، وفي بعض الامور انا شايفها امامي زي ما ناس كتير داخل النادي، بس عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، عملتوا ايه او هتعملوا ايه في القرار بتاع 25 و26 لاعضاء الجمعيه العموميه، خصوصا النادي الاهلي بيطالب بحقه وعدم فرض الوصايه عليه؟ بص حضرتك، اولا احنا حكايه 25 و26 الموضوع اصله مش عندي، ومش موضوع زي ما الناس بتقول ان الاهلي بيخالف القواعد والقوانين وعايز حد، وقلنا الكلام ده، عايز نص صريح في القانون يمنعني ان انا اعملها في يومين وهلتزم بيه فورا. مجلس اداره النادي الاهلي واخد قرار اي حاجه تخالف القانون احنا ما بنعملهاش، وطلب المجلس الاداره ان اللي عنده النص بيقول ان على يومين ممنوع، ان ما يتعملش في مدينه نصر ممنوع، انا جاهز، احنا جاهز، مجلس الاداره جاهز. لكن اللي حضرتك عارف ان مدينه نصر مش فرع، مدينه نصر زيه زي الجزيره، هو واحد. مفيش هم بيحاولوا يفرقونا، كلنا واحد، كلنا تحت شعار الاهلي. حضرتك المفاجاه، وانا هبعت لك هذا الجواب. احنا عندنا جواب من مديريه الشباب والرياضه في 2015 لما جينا اقترحنا ان احنا نزود تاني، يبقى الناس من حق الناس انها لو مش قادره تدفع الاشتراك كامل ان يبقوا اعضاء فرع في مدينه نصر. لما بعتنا لمديريه الشباب والرياضه ردوا علينا رسمي، قالوا لنا لا ما ينفعش، لان مدينه نصر كما الحال في الجزيره فهو واحد. ممكن حضرتك تبعت لنا الجواب ده حد من عند حضرتك؟ يا ريت ست اللواء، لان احنا بنشتغل بمستندات طول الوقت عشان نظهر الحقيقه لكل الناس، عشان الناس في الاخر تفهم احنا بنقول مش على مستوى الاعلام، بنزل لكم الورق، بنزل لكم الكواليس فيها ايه، لكن ما بنعملش تعظيم سلام، لان الاهلي يقود ولا يقاد، وده اللي احنا بنقوله طول الوقت. حضرتك حابب تضيف اي نقطه في قصه؟ انا بقول لحضرتك يعني هذا الجواب من مدير الشباب والرياضه، اذا ده من جهه رسميه بنلتزم فيها. ده نمره واحد. نمره اثنين، يعني استاذ اعضاء النادي ان شاء الله بكره في يعني مش هقول ندوه، مش هقول مؤتمر، هنقول انه يعني باشمهندس محمود طاهر مع مجلس ادارته هيقعدوا مع الاعضاء، كل الدعوه مفتوحه لاي حد يجي عشان اي استفسارات بالنسبه لايضاح اللائحه بتاعت النادي. توعيه والفرق بينها وبين اللائحه الاسترشاديه في اختلافات في بعض الحاجات. المهندس محمود طاهر قبل كده قال ان القانون يحترم وكل حاجه تحترم، بس انا بس بقول لاعضاء النادي الاهلي احنا ما حدش يحط لنا قوانيننا، احنا اول لائحة داخلية لنادي في مصر سنة 1907 أو 9 آسف 1909 يعني قبل ما يبقى في حاجة اسمها وزارة شباب والرياضة. احنا حطينا لائحتنا في 1909، فمش النهاردة في 2017 هاجي حد يحط لي لائحتي واحنا لا اشتركنا في وضعها ولا اتاخد رأينا ولا أي حاجة. احنا نحترم أي حاجة، لكن ما بقاش أنا ما حدش يحط لي لائحة خالص. أنا ما بقولش اللائحة الاسترشادية عيوبها ومميزاتها، لا، أنا حطيت لائحة بما يناسب أعضائي. هم بقى من حق الأعضاء يجوا حضرتك يقولوا إحنا موافقين عليها ومش موافقين، ده حقهم 100%، ولذلك بنقول لهم المصاب اللي هو العدد الكبير اللي يعني كلمة 12000 ونص دي مش هنخش فيها، لكن أنا عايز أعضاء النادي الأهلي يجوا ويكملوا ال 12000 ونص ويقولوا ولا، بس يوروا الناس إنه لما أعضاء النادي الأهلي ما يتفرجوش. محدش يقرر لهم حاجه، لائحتنا احنا نقررها، حتى لو هناخد الاسترشاديه هم موافقين عليها خلاص. طبعا. كويس قوي، خلاص لو شايفين ده كويس هنوزع بكره في النادي بعض النقاط اللي ما بين اللائحه الاسترشاديه واللائحه اللي احنا حاطينها في النادي عشان الناس تبقى عارفه الفرق هنا وهنا وكل واحد يقرر اللي هو عايزه. سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكرك على المجهود المبذول في الاداره التنفيذيه وشغل واضح سواء على المستوى، وقبل ما ادخل كمان ضيوفي عارفين وكانوا اتكلموا مش احنا كمان اللي بنتكلم على الراجل قد ايه كمان بيبقى في جماهير هناك وبيبقى واقف معاهم، وانا احترم جدا اي مسؤول بيهتم بناديه ومبقاش بعيد عنهم. زي امور كتير جدا خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هنتكلم فيها تخص الجماهير، لكن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المجهود المبذول في الاداره التنفيذيه. نهينا بعم حسني كان بيتكلم، كان فاضل لك حته
عايز تكمل فيها. هي الجزئيه بتاعت النادي الاهلي والحفاظ، كنا بنرسم مع الاداره بدون ما تشعر الاداره بدون ترتيب مسبق، حتى لو في خلاف فكري بيننا وبين بعضينا، بس بؤر يعني بطل النادي الاهلي كان واحد. كان مثلا لو في خلاف ما بين لعيب ولعيب احنا كنا بنحاول نسوي الكلام ده، ما بنصعدوش، وكنا بنيجي على الطرف يعني بنحط اللعيبه في المسار الطبيعي بتاع النادي الاهلي اللي هو كلنا واحد. ما حدش يجي في المدرج يقول مثلا انا ده مش بحبه او مش عايز ده بتاع ايه واشتم ده اشتمه ليه، انا في تصحيح مفاهيم لازم افهم. انا النهارده نادي الاهلي بيكسب بيجيب البطولات، حقق ارقام قياسيه، حقق فائض، عايز حد ساعه الانتخابات مش دلوقتي، مش هو عايز احنا بنشتغل نتكلم، لا انتوا كنتوا بتلوموا زمان اللي بيجي يتكلم، اللي بيجي ساعه الانتخابات يتكلم تقولوا علينا هبط بالبروجوت، ولو ساب النادي وبعد يقول لك ده بعيد عن النادي الاهلي وجاي دلوقتي نفتح الباب ونقفله. احنا عايزين برضو نفس الكلام ده، بس عايزين الناس دي تيجي ببرنامج. انا شايف الناس دي جابت دوري، جابت كاس، جابت افريقيا، جابت كذا، يجي واحد يقول لنا انا هجيب بطولات اعلى من كده والتزم بالكلام ده لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، واحقق لو دوت عقد الرعايه ده جايب 10 قروش انا هجيب 100 قرش للنادي الاهلي، هجيب فائض ميزانيه اكبر للنادي الاهلي، ساعتها يبقى الناس تختار اللي عايزه تختاره. طب في اطار النادي الاهلي. انت وديتني لسكه، عم حسني برضو ذكي جدا، وديتني لسكه خلاص هكلمك فيه. يعني مثلا قبل ماتش الكاس برامج ماسكه الاهلي في كل حاجه ليل ونهار، واول ما كسب الاهلي عايزين يركب الموجه والاهلاويه تطلع فجاه، وحب النادي الاهلي وحب الكيان والفرحه والحمد لله والملايين تفرح والشوارع ونزلوا وزمروا اهلاويه، ما بقيناش ناكل من الاوانطه ولا ايه؟ لا هم كانوا هو بيشتغل في الاول عايز ليه هدف او فكر في دماغه معين او في اتفاق معين بيطبقه. الاتفاق ده فشل فبيحافظ على اخر حاجه عنده اللي هي الماده، ماده ان ايه؟ ان البرنامج النادي الاهلي بيكسب وفي مشاهده، يحاول يعمل يعني يلحق الركب ويحقق اي مشاهده وتمسح في النادي الاهلي اللي هو طول الموسم عمال يقطع فيه ويجزر فيه ويدبح فيه على اساس يسقطه. انتوا واخدين بالكم الكلام ده؟ طبعا. الله اكبر. الله اكبر يا عم شادي. عارفين وحافظين وفاهمين مين اللي بيعمل كده ومين اللي بيقطع في نادينا. ومين اللي عايز يخرب نادينا؟ ومين اللي عايز يوقع من نادينا؟ فمش هيعرف. هو بيستغل الفتره دي مش جمهور بس، انما احنا يعني النادي الاهلي ليه جمهور زي ما قلنا، جمهوره ده حماه. فجمهوره موجود، جمهوره مش هيضحك عليه. تستطيع ان تخدع الناس بعض الوقت ولكنك لن تستطيع ان تخدع الناس طول الوقت. خلصت الموضوع. انا ابسط حاجه بس عايز اقولها يعني حتى انت قلتها وباكد على كلام عم حسني، يعني مبدئيا حاجه على جنب كده على يعني على سكيل تاني يعني ملهاش انا وعم حسني عمرنا يعني مش عمرنا يعني مش للدرجه دي، بس على طول يعني في اختلاف فكري على طول. والله على طول في اختلاف، هو في دماغه في حاجه انا دماغي في حاجه زي ما قلت دماغ، بس عمرنا ما اختلفنا على الاهلي. احنا الاثنين ورا الاهلي، كل واحد بطريقته كل واحد بفكره، بس عمري يعني عمري ما الراجل الكبير لاحترامه الراجل عمري ما اتخانق كده كل ربنا على كده، ما اقدرش حد اكبر مني من الكابتن جوه النادي الاهلي بالظبط. فهي دي الفكره، احد الحالات كان في نجوم اكبر مني بكتير وحقق انجازات كبيره، دي الفكره. ويقول لك كابتن شادي، ففي الفاصل بقول لهم ازاي تقول لي ده انا المفروض اقول لك، قال لي ما تقولش كده احنا واحد، هم اكبر مني في السن، اتربينا على الاحترام. ما ينفعش بقى انك تهاجم انك تغلط دلوقتي. اختلاف كده جوه زي ما قال عم حسني جوه بيننا وبين بعض جوه بتاعك في البيت. نقط الخلاف لازم يكون نقط خلاف جوهريه، في سبب قوي بالزبط. في فشل اداري معين، في نقص في حاجه معينه، اقول النقص ده كذا ويجمع الجميع اداره وجمهور واعضاء ان فعلا ده خلل مش بوجهه نظر او حاديه بالزبط. وبعد كده يبقى في فصل. ابسط حاجه هو احنا الاثنين اصلا في يعني في حاجات بس يعني ربنا عارف انا بحب الراجل ده ازاي. الله يخليك اهلاوي طبعا زي طيب عايز اشارككم معايا يعني مثلا كنا بنقول زي انا خلاص المبدا بتاعنا كله بواحد اللي احنا اتربينا عليه ان الاهلي اهم، بنساند النادي الاهلي واهم حاجه النجاح الحصاد بتاعه اللي احنا قاعدين عشانه جايين نحتفل عشانه طبعا. صح ولا ايه؟ طبعا هم موجودين ان شاء الله في افريقيا مكملين، احتفلنا بالكؤوس، كانت معانا الالعاب الجماعيه هنا بكل نجومها، عملنا واجبنا طبعا كقناه نادي، قناه نادي المنوط بيها تنفذ سياسه النادي، ما تمشيش خارج الصف، ده اللي انا اعرفه. ولما يبقى فيه نقد
والله لما اروح انا اخبط ككابتن سابق زي ما اللي هو شيرين قال، لما انا اجي ادخل استاد انت ما حدش يقدر يمنعني، لان اي مسؤول في البلد بقيمته بيدخل المكان. يعني لو هو مثلا في مدير امن ليه كل الاحترام والتقدير مني، ما بيروح مكان يخص شغله بيدخل بقيمته اي مكان حتى لو مش شغال فيه. فاحنا الاهلاويه بيدخلوا بقيمتهم اي استاد في مصر، وما حدش يقدر يقول انا بحب الاهلي، انت هتزايد على حبنا للاهلي. فهي نفس الفكره، ما انا ابقى قناه النادي بمشي مع سياسه النادي، لان في الكواليس في النص فكره اللوائح وفكره الوزاره وفكره هي بتبقى بالنسبه لنا فرض الوصايه غير مقبوله طبعا. فمش محتاجه مننا غير ان انا اقف ناديه لو هو بيقاتل على حق فنقف مع الحق. ده هي دي فكرتنا. عشان الكابتن صالح فتره من الفترات كان ليه تصريح قال لك ان لو كان بيقولوا اتحاد الكوره ونصلح مسار الكوره في مصر، قال لك ان لو رئيس لاي نادي غير النادي الاهلي ما نجحش. ليه ما نجحش؟ ان فعلا احنا في النادي الاهلي منظومه واحده. احنا كان كابتن صالح حتى لو القرار من وجهه الاغلبيه حتى خطا كنا كلنا ورا القرار. لو مش راضيين على قرار كلنا اهلي ورا القرار، ونيجي على نفسنا شويه عشان خاطر الكيان ما يتهدش. اعضاء النادي الاهلي قوه النادي الاهلي الحقيقيه في حاجتين، ايا كان اللي ماسك، في جمهوره وجمعيته العموميه. احنا عندنا جمعيه عمومية تتعمل صفحات هنا، ما بيضحكش عليه. جمعيه العموميه اقول عليها شمسيه وكرسي لست سبع شهور. جمعيه عموميه للنادي الاهلي واحده من ارقى الجمعيات العموميه، اقول عليه بتاع اسكالوب يا كابتن. الجمعيه العموميه لما ادخل النادي الاهلي ككابتن سابق ممكن يكون في ناس ظروفها معاش اللي هي تدفع العضويه، لكن بيدخل الاهلي وحد لو حضرتك عضو يا عم وزه بتدخل حد بتدفع له تذكره وبيدخل يشوف. ادخل الاقي نادي فيه دبان ومش بشرب ولا باكل لقمه حلوه ولا بقعد قاعده كويسه ولا بتاع. ادخل في نادي بحجم انجازاته ادخل اتشرب فيه، فلما اطور فيه حتى دي مستكترينها نقولها. لما هو كده افتح الباب ولا اقفله، لو طور هيقول لك كرسي وشماس. طب هو ماشي، هو كرسي وشماس، انت تكره كاهلاوي ان النادي يبقى نضيف؟ انا اللي بسال الاخ ده، انت تكره النادي يكون نضيف؟ حد يكره يكون نادي؟ طب يبقى الراجل ده عمل حاجه كويسه. هل عمل الحاجه دي على حساب البطولات؟ لا دلوقتي البطولات كل البطولات ده احنا كنا بناخد يا راجل بطوله السله دي كل عايز اقول لك جمله في العمر كله كان سله بطوله ولا بطولتين يا عم الحاج؟ والله جمله حلوه. خدمه المواطن الاهلاوي اللي هو النادي ده فرض مش واجب كمان، او ده لازم يبقى فرض ان انت تخدم الاهلاوي عشان بيحب النادي الاهلي. طبعا. احنا كده عندنا عزة نفس. انا مش هروح اهينه. كنت بتشوف الكلام ده، بتشوف الكلام ده ازاي؟ وانا شفتك كده في خناقات على الفيسبوك لما تلاقي حد بيقول كرسي وشمسيه. طب بين كرسي وشمسيه وترابيزات والثنائيه والافريقيه ان شاء الله. والله يا كابتن يعني هي الناس شايفه الموضوع من وجهه نظر مختلفه. هو المجلس الحالي بقياده الاستاذ محمود طاهر فاضل ان شاء الله بطوله افريقيا السنه دي، ويبقى النادي الوحيد في العالم اخذ كل حاجه اللي حقق البطوله القاريه في جميع الالعاب الجماعيه. انت محقق السنه دي بطوله افريقيا سله، محقق بطوله افريقيا طايره، محقق بطوله افريقيا يد، ان شاء الله بطوله افريقيا قدم. يبقى معاك اربع بطولات افريقيا في جميع الالعاب الجماعيه ما حدش عملها في العالم، ما فيش نادي في العالم ما عملش الموضوع ده. البطوله الوحيده اللي ناقصه المجلس الاستاذ محمود طاهر هي بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا. كل البطولات المتاحه الاهلي خدها في قياده الاستاذ محمود طاهر. فانا مش شايف اصلا ان في علاقه بين كره القدم ومجلس الاداره. يعني كره القدم بنكسب بناخد بطولات في اخفاقات حصلت، لكن مش اي اخفاق يحصل تبقى الشماعه مجلس الاداره. مجلس الاداره جايب احسن مدير فني في مصر من وجهه نظري، جايب احسن لعيبه في مصر وموفر كل حاجه للفريق. الاخفاق في الكوره موجود في العالم كله، برشلونه بيتغلب، ريال مدريد بيتغلب، كل الفرقه بتتغلب. ما بيقولوش مجلس الاداره، مجلس الاداره ملوش علاقه. طب انا هقول لك على حاجه يا زبح، الست اللي معاك وقعد شويتين في النادي فشاهد بقى ايه الصندوق الاسود لحاجات كتير جوه النادي الاهلي، والراجل ده عارف وبيضحك اهو وفاهمني. ومن 98 ل 2009 هحكي لك حاجه بسيطه. حضرت الكابتن صالح اتشرف سنتين والباقي كله مع الكابتن حسن حمدي المحترم اللي حقق انجازاته وبطولات للنادي الاهلي كبيره، وكان امين على النادي الاهلي قولا واحدا. طبعا جاز الفن رئيس النادي دورك حضرتك اوفر اللعيبه المتاحه واجيب المدير الفني، ونقطه من اول السطر ولا ينفع في الاهلي اتدخل في شغله ولا اقول له اتلعب مين وما بيعملش مين زي ما بنشوف في انديه ثانيه بالظبط، ولا دوري اي حاجه غير انا وفرت في بدايه السيزون عايز ايه طلباتك اتفضل.
عايز مش عارف ايه اللي بيتفضل وكل الامور جاهزه في النادي الاهلي. ما عندناش جوه الاهلي لعيب يتكلم في تيشيرت ولا في شورت ولا في شنكار، ما في الكلام ده غير موجود بالمر. النادي الاهلي ما فيش، والله العظيم الاهلي جوه الاهلي غرفه الملابس ده تفكير عالمي. النادي الاهلي اتنقل للعالميه بجد من سنين طويله، وتلاقي برضو البعض يتكلم تتعادل ماتش يروح يدخل لك الناس المسؤوله في الموضوع. لما نيجي نقول ده ما اتعلمناهوش يا عم، ما تبطل بقى انت بتساند ليه؟ خلينا نسمع استاذ عبد الحميد. هو انا عايز اسال، هو انا ما ساندش ليه؟ يعني هو من امتى الاهلي حتى يعني كان يعني طول عمرنا بنقول ان الاهلي لو في مشاكل داخليه عمرها ما بتبقى على صفحات الاعلام، ولا دلوقتي عشان السوشيال ميديا والفيسبوك والكلام ده كله، فكل الناس كل واحد عايز يعبر بطريقه ممكن تكون مناسبه لبعض ومش مناسبه للاخرين. لا بس انت تختلف حضرتك انت بتقول للناس صباح الخير بتلاقي اللي اتأدب غير طبيعي، تقول لهم صباح الخير جمعه مبارك، في اكتر من كده بنكلمهم في ادب وبتصبح على الناس، تلاقي واحد داخل لك تصبح علينا ليه؟ تفرق بقى هل يوم جمعه ولا اي يوم تاني في الاسبوع؟ زي الفيلم بتاع رشدي اباظه. مش عارف ايه كمان بتقولي لي مش عارف. لا انا اللي اقصد اقوله ايه، ان احنا طبيعي ان انت تساند المجلس لحد انتهاء مدته. انت راجل مثلا عضو جمعيه عموميه، انت معاك مطلق الحريه، اختار ما انت شاء، اختار ما انت اقتنع بيه وبالبرنامج بتاعه، بس انت ما عندكش حل، ما عندكش اي حل ليه تاني غير ان انت تساند اللي موجود. صح. لحين الانتخابات لما تيجي مع الصف، مع الفرقه دي تفضل، مع الصف ده تفضل، بكل روح رياضيه وبكل احترام. لان خلي بالك ان انا شايف الفتره الاخيره يعني ما فيش احترام خالص. احنا حبينا الاهلي عشان تبقى فاهم احترام، يعني انا ولادي انا حببتهم للاهلي عشان النادي ده نادي محترم. يعني عندي هشام ولا كريم ولا قاسم حتى الصغير، عارف ان النادي ده كيان، مش نادي بيتشجع وخلاص كوره وجون وصلي لا ايه حياه. ده اللي انا اقصده، لازم الناس اللي موجوده دلوقتي تساند، حتى لو انت مختلف مع الناس في الفكر. ما كلنا مختلفين، ما كلنا خلينا نتفق على حاجه، كل الناس بتحب النادي الاهلي بس كل واحد مختلف في فكره، بس ما عندكش حل تاني غير ان انت تساند. هو بيلعب الاهلي، هو بيلعب بنبقى متجمعين، بنبقى واحده. ايوه مش انت حضرتك تشت وهو يشت وهو يشت، يبقى قوتنا في وحدتنا راحت اساسا. لو مش هتقدر تساند ما تكسرش. لو مش انت مش عايز تساند ومش مقتنع ما تكسرش. الله يفتح عليك لحد ما يجي ميعادك وتفضل اختار ما انت شاء. موسى كنت عايز تقول حاجه انت في النقطه دي. انا لسه قايلها لسه قايلها، يعني عادي كلنا وكل واحد، انا هقول كل واحد فينا جات له يعني اكيد، يعني ممكن انا اختلفت في حاجات، هو يعني استاذ عبد الحميد كل واحد اختلف في حاجات، يعني كل واحد ودماغه، يعني عنده اختلاف في وجهه نظره، يعني ضد حاجات ضد بس فعلا انت في الاخر زي في الاول انا مختلف مع في حاجات، كل واحد مختلف في حاجات، بس في الاخر احنا ليه الاهلي؟ انت بتشجع الاهلي بس. بس ومن هنا جت كلمة الأهلي فوق الجميع. بس كلمة الأهلي فوق الجميع بتروح عامل لي جبهات وبتاع وتيجي تقول لي أنت مين يا عم؟ الكلام ده أنت مين يا عم؟ جبهة إيه؟ أنت تعمل لي البرادعي فيها. على فكرة الكلام ده يعني كان في المدرج فترة مفصلة. حسني أقول لك على حاجة بصراحة عشان بعدها أخد كلمة لابنك عشان الوقت بيجري بيه. أنت النهاردة كواحد بتحب أنا كلكم، بس عشان صدفة في السن حسني كان بيبقى في المدرج وبيقود مدرج. هل انا اقدر اقول ربع كلمه على اهلاويه الراجل ده واللي حافظ تاريخ النادي الاهلي وحافظ مواقف معينه فيها في انكسارات وفيها هزايم وانت لسه بتحدث تيم، انت عشت كل ده طبعا. في عصر في جيل طالع ما شافش الاهلي بيخسر. لا تمام، فبيبقى غضبه ده تحترمه برضه، يعني ده مهم. لما تلاقي معمول لك جبهه جوه النادي يقول لك بتنقذ النادي، كبهة الانقاذ. ها؟ كبهة الانقاذ. انا مش هتكلم عشان بيفكروا، بس انا اقول لك هتكلم عشان ما بخافش. هي كلها دلوقتي بتقول انقاذ وبتطلع في الاخر بعد الانقاذ غريب. بدايه الانقاذ غريب في كل المجالات وفي كل الاوجه، ولكن هو في حاجه بسيطه قوي في نفس النوايا. يعني احنا جيت فتره من الفترات كنت انا بعيد، فجيت لقيت رابطه جديده قبل الالتراس بتشجع بشكل جميل وحلو، ولكن شفت حاجه ما عجبتنيش. يعني كان مثلا بيسقف لجمهور الزمالك لما بيغني اروح رياضيه متبادله مع بعضين، فعين ان واحد زي حسين عفيفي
كان زي حربي زي جزرة الناس القديمه دي يعني ورفعت وناس ربنا يبارك فيهم يعني شالوا كتير قوي في النادي الاهلي وفي ناس كتير ضيعت حياتها ما اتجوزتش عشان خاطر النادي الاهلي بحب بجد وكان بتروح ورا الزمالك وكنا امنيتنا نسافر اسكندريه اسيوط ده ضيع عمره حب في النادي الاهلي والله دي حقيقه ما اتجوز بسبب النادي الاهلي يا ما بيسيبش ماتش ولا تمرين ما لو ما راحش ماتشات كل الالعاب بيحصل له حاجه ونجيب حق التذكره بتضلنا عشان نسافر اسيوط مش نسافر بره وكنا بنتمرمغ في تراب النادي الاهلي الناس دي عملت حاجات للنادي الاهلي ما ينفعش انك انت تيجي تهدي الكلام ده كله عشان خاطر مصالح شخصيه قالت لك حسين ده بتاريخه مثلا جه بيتعود تف واحد مثلا بيقود فحسين بيلف المدرج رغم سنه ورغم انه ما اتجوزش ورغم حاجات كتير قوي واتكرم من الرابطه الاورتاز بعد كده بيشجع المجموعه دي اللي بيقودها الاخ اللي هو في جبهه الانقاذ يعني في جبهه الانقاذ دي اللي اسمع عنه كانوا مش حابين حسين ولدرجه ان هم كانوا عايزين يعني يتهجموا عليه ومش عايزينه يشجع فهنا هو كابتن حسن حمدي علق لهم ورقه في النادي ممنوعين من دخول النادي فهنا هو بيسقف لجمهور الزمالك انتوا عايزين حقيقه اكتر من كده انا بقول لكم انت فاهمني كابتن حسن حمدي منعهم من دخول النادي ها منعهم لافكار انتوا عارفينها كلكم وانت اكتر يا موسى عارفها انت كنت احيانا متواجد معاهم وعارف افكارهم فبعد كده سبتهم حصل ولا لا؟ حصل ده في ناس دلوقتي قاعده ليل ونهار وشغاله في مواقع كانوا في نفس البتاع دي نفس الدماغ عقليه اللي مش شايف الكاس البطولات قدام عينيه خلاص عشان كده بنوعي لكن في رجاله موجوده بتروح الماتشات وجودها مش هينفع الكلام ده يعني اقول لحضرتك بتنقذ الاهلي ايه من افريقيا ولا من الدوري العام ولا من الالعاب الجماعيه اللي محققه انتصار قول كلمه حق وسيبها على ربنا واللي يجي يجي ملناش دعوه كلنا مش هو ده المفروض ده لا ده اللي احنا متفقين عليه كلنا طبعا لو عمل لو انت بعد الكلمتين اللي قلتهم دول هيهاجموه لا ده هو ما يا اهلا وسهلا يا مرحبا عندك فيزيون زي ما بقول يا مرحبا بالتلفزيون لا هم ملوك الفيسبوك مفكرين نفسهم اقوياء جدا ويحركوا النادي لا يجي يقول لك ايه يا راجل استقطبوا انا معايا حاجات ان شاء الله هنطلعها للجماهير عشان يصدقونا بيستقطبوا شباب ويقولوا له هاجم وبيدخلوا بقوه وانت عارف الحاجات دي فيها ارقام كبيره اللي هي ايه؟ يقول لك لجنه الكترونيه تلاقي اسطمبه بغبغانات اسطمبه واحده يخشوا عليك يهاجموك ويخشوا يشتموا في النادي فعايز يقول له المدير الفني عارف انت ايه؟ اهلاوي ويشتم في النادي؟ والله العظيم بيحصل يبقى مش اهلاوي يبقى مش اهلاوي مجرد انه شتم حتى لو فعلا اختلاف لا لا صعب مصلحه اللي بقى هاجم ويقول لك ده هاجمنا لا احنا بالورق والقلم بالتاريخ بالسنين الطويله بالتربيه الناشئ دوت على حب النادي الاهلي طب معلش انا هقطعك عايز اسمع الناشئ ده في جمله بصوت عالي كده بتحب الاهلي ليه؟ بلعبه البطولات بتاعته الاهلي يعني اكتر فريق جاب بطولات اكتر فريق جاب بطولات جاب كاس مصر وجاب دوري جاب حاجات كتيره جدا عشان كده بحبه افضل طول عمري بحبه تقدر تستغنى عن الاهلي؟ لا طبعا ليه؟ عشان بحبه حتى لو كان فيه برضه هحبه واحنا كمان فخورين بيك عشان انت ما بتسيبش ماتش والكلام اللي انت قلته وكمان انت اجدع من ناس كبيره مفكره نفسها بتحب الاهلي اكتر من اي حد والله مش عارف اقول لك ايه على الكلمتين اللي انت قلتهم في زمن في امور كتير صعبه جدا هنكرر الحوار ده اتفقنا مع فريق العمل هيبقى في تبديل لكن في عناصر هتبقى موجوده كل حد حابب يبقى موجود معانا هنكرر ونتكلم في كل حاجه و و و ودورنا ككره وجماهير ممكن حصل تقصير شويه لان كان في ضغوطات في امور كتير لكن الحمد لله بطولات بتتحقق في العاب جماعيه دوري وكاس استقرار رجاله محترمه زيكم بيحبوا النادي الاهلي بنثق فيهم بيبقوا موجودين وهنكرر الحوار مره ثانيه وثالثه يبقى معانا جماهير كل واحد يقول رايه شرفتوني ونورتوني يا عم حسني يا عم بعد اذنك اتفضل ليا كلمه هي كلمة للجمعية العمومية عايز تقول ايه اتفضل روحوا يوم 25 و26 وأقروا في الجمعية العمومية بنعم احضروا 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 ما تخلوش حد يقود ناديكم انتوا قودوا ناديكم بنفسكم لأن غير كده مش هينفع
ولا الشادية بتاعت اللجنة الأولمبية ولا الشادية بتاعت باب الشعرية. روحوا خلصوها بنفسكم. احلى حاجه محمود وهو بيتكلم على طبيعته وما بيعرفش يجامل. موسى شرفتني ونورتني وسعيد جدا بلقائك النهارده. في اهلاويه كده جدعان بنثق فيهم هم بيتكلموا ما لهمش مصلحه نفس تفكيرنا مع حد ضد حد. شرفتني ونورتني حبيبي. استاذ عبد الحميد شرفتني ونورتني. شرف ليا طبعا يا كابتن شادي. بس حاجه صغيره معلش انا اسف الاطاله. اتمنى ان الناس في ماتش الترجي تحضر الكثافه ويكون في تنظيم احسن من يعني احسن شويه من الناس المسؤولين. حضرتك انت بتروحت مطوشه بجماهير وشفت المعاناه اللي الناس بتعانيها ايه وشفت مره وانت داخل انا دخلت ازاي وقلت ايه عشان اخش. نطلب 80,000 عشان يدخلوا 40,000. تمام. استاذ محمد شرفتني ونورتني. شرف ليا يا كابتن. احب بس قبل ما نختم اشكر لواء شيرين، استاذ وليد مهدي، لواء حزين، عم حامد، كل رجال الامن في النادي الاهلي على المجهود اللي بذلوه معانا بقالهم سنتين ثلاثه وربنا يقويهم ودايما معانا. واللواء كمان ازود اللواء سيد رؤوف المحترم. انا اسف حبيبي اللواء سيد. حبيبي اللواء سيد واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا. حتى الراجل ده ما رحمهوش. كل الناس. عم حسني شرفت. عايز تقول ايه بسرعه؟ كلمتين سريعا كده. بنقول لعيبه النادي الاهلي ماتش جاي ماتش بطوله، ما بنلعبش ريال مدريد ولا برشلونه، فريق عادي جدا، سكتنا فيكم اعلى من اي حد وافتكرونا في كل لقطه في كل كوره وان شاء الله نصح عليكم. وكلمه ثانيه، بنهدي البطولات دي والالقاب دي اللي احنا فرحانين بيها لجمهور النادي الاهلي عامه ولاداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ككل. وبنهديهم لارواح ال 72 بطل. بنقول لهم دايما افراح ومش هنسيب حق اللي راح. وبنتكلم على اولادنا المشجعين اللي ربنا يفك ازمتهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يفكهم. عبدنيو وكريم كلهم ان شاء الله ربنا يا رب. امين يا رب. بتوع الزمالك كمان وبتوع الزمالك محمد عادل كلهم ربنا شباب زي الورد يطلع الاهلي وان شاء الله. يعني انا يعني الناس دي لو عشرتهم الناس دي فعلا مش بلطجيه. الناس دي رجاله وبتحب النادي ورجاله فوق ما تتخيلوا يعني. طيب كمان محمد حسني شرفتني ونورتني ومبسوط جدا ان انت موجود معايا النهارده. بنورك يا كابتن. حبيبي ان شاء الله نحتفل مع بعض تبقى معانا في بطوله افريقيا ان شاء الله. عم وزه شرفتني ونورتني واشكرك شكرا جزيلا. ربنا يا كابتن. عم حسني انا هختم بس هختم بالاغنيه بتاعتك. هعمل ختامي اللي بعمله كل يوم بس واحنا بنحتفل. مهم جدا كلنا مع بعض لو عندك اي حاجه هتقولها. لكن انا هختم الاول وبعد كده هسيبكم مع المجموعه اللي معانا تقول اغنيه كده حبا في النادي الاهلي. نشوف عم حسني هيختار لنا ايه. لكن اكيد بشكر كل فريق العمل، بشكر قناه النادي الاهلي، بشكر كل فرد وعامل محترم من اصغر واحد لاكبر واحد داخل قناه النادي الاهلي، فريق العمل، كل الناس. بقول لكم كلكم لكل جماهير النادي الاهلي الف الف مبروك على الثنائيه اللي فرحتنا السنه دي في 2017. كتب التاريخ اللي النادي الاهلي مع حسام البدري وهؤلاء اللاعبين الرجال اللي هم جابوا لنا الثنائيه الدوري والكاس. وان شاء الله طمعانين اكتر. ومن النهارده هنقول افريقيا يا اهلي. المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي. تصبحوا الف خير على الف خير. وهسمع عم حسني هتغني لنا ايه بسرعه. الاغنيه انا حاسسها ومش بتاعتي، بتاعت الشباب اللي ربنا فك كرب هم اللي مطلعينها. جمهور ده حما على الحلوه والمره معاه. عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرح ليه. دايما معاه والاخر الجول. عمري عشان الاهلي يهون والله يهون.
Champion, champion, champion. Everybody know Chris Kane is a champion. Dressed like a champion, champion.